يا صباح الخير على حضراتكم، صباح الفل والجمال على مصر الحلوه واهلها في كل مكان. كل تاكيد صباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز وكل متابعينا في هذا الصباح اللي ببدا مع حضراتكم. بنعود مره اخرى لبرنامجكم هذا الصباح واللي هنكون فيه مع حضراتكم زي ما احنا متعودين عشان نقدم كل الاخبار والمتابعات كعادتنا، وتكون كل الموضوعات ان شاء الله والقضايا والاحداث اللي بتهم حضراتكم موجوده معانا النهارده. صباح طيبين، اجازه سعيده، رجعنا من العيد من الاجازات، معظم الناس النهارده نزلت شغلها واحنا بنبدا يومنا في هذا الصباح. اكيد مش هننسى ان احنا نقول لحضراتكم ان احنا لازم نخلي بالنا من نفسنا كويس، لازم ناخد بالنا من القرارات اللي صدرت من الحكومه المصريه، واحنا نازلين النهارده لازم تخلي بالك من التباعد، لازم تخلي بالك من الالتزام بلبس الماسك او الكمام. نفكر بعض لان ده معمول، مش بتكلم هنا على قيمة الغرامة، ولكن بتكلم ان ده معمول علشاننا، عشان صحتنا، علشاني وعلشانك. كل شخص بينزل من بيته ملتزم بيحمي نفسه وبيحمي اهله وبيحمي بلده، وبيقف جنب الاطقم الطبية وبيقف جنب الدكاترة وبيقف جنب منظومة الصحة كلها. حمايتك لنفسك مش معناها ان انا بحمي صحة انسان او فرد واحد فقط، ولكن معناها ان انت بتحمي حياتك وبتحمي ناس كتير حواليك. هو النهارده هيبقى معانا كتير جدا من الفقرات، وهنروح لمكان مبهج وجميل كلنا بنحبه، بس هنروح نطمن لان احنا نلاقي اخبار جديده. مكان اثري بالمناسبه وتاريخه طويل جدا وعريق. هيبقى معانا النهارده هنروح لحديقه الحيوان في الجيزه، وزي ما احنا بنشوف ان كورونا ليها طبعا اضرار كبيره جدا على العالم كله مش على مصر بس، ولكن فيما يتعلق بالجزء بتاع الطبيعه او انه ان الناس كتير حتى كانت بتقعد تكتب انه الطبيعه تتنفس، انه فيما يتعلق بموضوع الحيوانات الموضوع فرق. واحنا هنروح النهارده لحديقه الحيوان في الجيزه اللي بقول لحضراتكم انه واضح انها استفادت من فتره هذا الاغلاق بسبب ازمه فيروس كورونا، واللي انعكس بشكل ايجابي جدا هقول لحضراتكم تفاصيله على الحيوانات بالمناسبه اللي موجوده داخل حديقه الحيوان، لان دي احنا بنتكلم على ثروه لا تقدر، بنتكلم على ثروه قوميه كبيره، سواء اذا كانوا في الحيوانات اللي موجوده او الطبيعه او الاشجار المعمره اللي موجوده داخل حديقه الحيوان. تفاصيل اكتر هقول لحضراتكم عليها ان شاء الله باذن الله في فقرتنا القادمه. لكن كمان ده مش هيخلينا ننسى ان احنا نتكلم عن فيروس كورونا، تداعيات فيروس كورونا، بروتوكولات العلاج، ايه الصح فيها وايه الغلط، الحاجات اللي بيتم نشرها بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، الحقيقه ما قامت بيه وزاره الصحه والسكان من تطبيق بروتوكولات العلاج فيما يتعلق بالعزل المنزلي وكل ما يتم تداوله، هنقول لحضراتكم النهارده ايه الاخبار الصح منه، ايه اللي بيحصل في وزاره الصحه والسكان، ازاي بيتم تطبيق بروتوكولات العلاج، مين الشخص اللي بيتم صرف الدواء ليه، ازاي بيحصل متابعه، كل دي تفاصيل ان شاء الله باذن الله حضراتكم هتتابعوها معانا في فقراتنا القادمه ان شاء الله. خليني ابدا مع حضراتكم اخبارنا وجوله اخبارنا النهارده، وهنبداها من مؤسسه الرئاسه. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عقد اجتماع هام مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. تصريحات سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع كان لمتابعه الموقف التنفيذي للمشروعات القوميه الخاصه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه هذا القطاع كان ليه دور مهم جدا في هذه الفترة، واحنا بنتكلم على إطار التحول الرقمي اللي بتقوم بيه الدولة المصرية وخطة مصر نحو هذا التحول اللي بدأت الحقيقة من فترة طويلة جدا وأثبتت نجاحها، وتم اختبار حقيقي لهذه التجربة المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا. دور الوزارة في احتواء تداعيات أزمة كورونا، عشان كده توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت باستمرار قطاع الاتصالات في تطوير منظومة وبنية الإنترنت في مصر عشان يستوعب احتياجات واستخدام، طبعا هذا الاستخدام المكثف اللي يعني شفناه زاد بشكل كبير جدا خلال الفترة الحالية نتيجة لتداعيات هذا الفيروس. الاحتياجات دي كان صعب تلبيتها لولا جهود رفع كفاءة شبكة، يعني رفع
الكفاءة لشبكة الإنترنت في مصر على مستوى الجمهورية. وده زي ما قلت لحضراتكم إن كان في خطة عمل مسبقة، وطبقا لبيان رئاسة الجمهورية فإنه العمل تم والتنفيذ من 2019. التكلفة لهذا المشروع بنتكلم على 30 مليار جنيه. الرئيس أيضا خلال هذا الاجتماع وجه بدعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب، استخدام أحدث التقنيات، المعايير العالمية، تنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا بنتكلم في مشروع ميكنة الوزارات والجهات الحكومية. لتفاصيل أكتر هروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير وبعدها نرجع نكمل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، فضلا عن دور وزارة الاتصالات في احتواء تداعيات جائحة كورونا. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس باستمرار قطاع الاتصالات في تطوير بنية الإنترنت خاصة لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام 2019 بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه. كما وجه السيد الرئيس بدعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب إلى جانب استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة ما يتعلق بميكنة الوزارات والجهات الحكومية، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز برامج التدريب للكوادر البشرية على المهارات الرقمية، وذلك لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسلوب حديث وبسيط. وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت عرض خلال الاجتماع جهود وزارة الاتصالات في إطار جائحة كورونا، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان سلامة جموع المواطنين من خلال تحفيز البقاء بالمنزل بزيادة سعة التحميل المجانية للإنترنت بتكلفة 200 مليون جنيه، وكذا دعم الخدمات الصحية بتوفير خطوط لخدمات الاستغاثة والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى دعم كبار السن من المواطنين عن طريق توزيع المعاشات ومنحة الدولة للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد والمدارس كمنافذ إضافية، فضلا عن دعم الطلاب من خلال الإتاحات المجانية للمواقع التعليمية مثل بنك المعرفة وتوفير ساعات مكثفة لإنجاح الامتحانات الرقمية بالتابلت، إلى جانب الدعم الموظفين عن طريق الإتاحات المجانية للأدوات والمنصات الرقمية اللازمة للعمل من المنزل. كما عرض السيد وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، والتي شملت انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، إلى جانب مشروع الكرت الموحد ومنظومة البحث عن المفقودين وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، فضلا عن التوسع في إعداد وبناء الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبنرجع مع حضراتكم ومع أبطالنا، أبطال مصر من القوات المسلحة المصرية. الحقيقة لما بنشوف هذه البيانات بنفرح كلنا كمصريين، تكون فرحتنا كبيرة جدا. أبطالنا مستمرين في حربهم على الإرهاب بعد ما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة القضاء على 3 أفراد شديدي الخطورة في عمليتين في شمال سيناء، ده غير اكتشاف عناصر طبعا العناصر من القوات المسلحة المصرية من المهندسين العسكريين لـ5 عبوات ناسفة تم تدميرهم بالكامل، وده بعد ما تم وضعهم لاستهداف قواتنا على محاور التحرك. شاركت القوات الجوية في العملية بتنفيذ قصف جوي مركز لعدد من تمركزات العناصر الإرهابية في البؤر الإرهابية، واللي نتج عنها قتل 16 عنصر تكفيري، وتم استهداف عربيتين دفع رباعي ومخزن فيه كميات كبيرة من العبوات الناسفة. تعال نشوف تفاصيل أكتر عن العمليات اللي بيقوم بيها أبطالنا في شمال سيناء في محاربة الإرهاب، ونرجع نكمل مع حضراتكم.
استمرارا لجهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة. عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات RPG، كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك. كما قامت القوات الجوية بتنفيذ عدد من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية، نتج عنها مقتل 16 عنصرا تكفيريا. واستهداف وتدمير 2 عربتين دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي لتلك العناصر الإرهابية. كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة. يعني عاش الأبطال، ودايما دايما يا رب ربنا ينصر قواتنا المسلحة المصرية في ظل كل اللي بيحصل في حياتنا عشان أمننا وأماننا كمصريين. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم دايما ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناتهم. عايزة أقول لحضراتكم، لو رجعنا نتكلم عن أزمة انتشار فيروس كورونا، مصر الحمد لله رب العالمين مستمرة ومكملة، يعني في ظل ظروف كتيرة جدا، جائحة عالمية، ممكن نلاقي انه بنشوف ارقام مرعبة. ناس كتير ممكن تستغرب لان كلنا بدون استثناء متابعين هذه الارقام، عارفين انه عدد الاصابات في مصر بقت تزيد مش بتقل، وده تحديدا اللي بيخليني اقول للناس ان الازمة لسه مستمرة. يعني في بعض الناس في الاول ما نقدرش ننكر انه كان في نوع من انواع الاستهتار، او هرجع عيد كلامي اللي كنا بنقوله مع حضراتكم مره اخرى، وهي انه سيدي سيبها على الله، الاعمار بيد الله، العمر واحد والرب واحد. طبعا طبعا محدش يقدر ينكر انه الاعمار بيد الله، وكل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولكن كان في استهتار، كان في ناس بتنزل ما تاخدش بالها، كان في ناس مش حاطه في اعتباراتها ان احنا بنواجه خطر حقيقي، وبالتالي هو ما بيتعاملش مع موضوع الازمه دي بشكل جدي. وهو ده التفسير على فكرة الوحيد لزيادة الأعداد بشكل كبير ده. يعني هل إحنا كنا بنتوقع أن الزحام اللي إحنا كنا بنشوفه للناس مثلا في شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين، في الأسواق وعلى الكحك وعلى البسكوت وعلى لبس العيد اللي أنا مش عارفة كانوا بيجيبوه عشان يروحوا بيه فين، إن إحنا مش هنلاقي إصابات بتزيد أكتر؟ هل الناس اللي كانت بتحتك بناس مخالطين ويروحوا ويسلموا ويجاملوا، إن إحنا مش هنشوف إصابات؟ ده الواحد عمال يشوف في ظل هذه الاعداد كميه افراح بتتعمل في اماكن، وطبعا ما فيش دوله هتمنع الجواز. يعني هي مصر ما نزلتش قرار قالت لك انا همنع الجواز،
ولكن احنا بنقول للناس خلي بالكم مفيش داعي للتجمعات، ومع ذلك ده بيحصل. في ناس بتتعمد انها تضر نفسها وبالتالي بتضرنا كلنا، بتتعمد انها تستهين بروحها او حياتها، وبالتالي هم ما بياخدوش بالهم. يعني كل الاجراءات اللي المفروض احنا بنتكلم عنها، بنتكلم على الماسك، بنتكلم على حاجات كتير جدا، دي اجراءات ما ينفعش ان احنا نتجاهلها. ما ينفعش ان احنا نقول لا خلاص، ما احنا طول ما احنا لحد دلوقتي ما عندناش علاج لهذا الوباء واضح، ولحد دلوقتي بقول لحضراتكم بكل اللي بنتكلم عنه وكل الادويه اللي بتنزل وكل ده، وان احنا بلدنا بالمناسبه احنا مصر من الدول اللي متابعه بروتوكولات العلاج وعندها تجربه حقيقيه تستحق العرض. ليه؟ لان احنا عندنا معدلات ارقام شفاء كويسه، وبالتالي لما تلاقي ان انت عندك عدد من العيانين بيخف اكتر او الناس اللي اتصابت بهذا الفيروس بتخف اكتر، فده معناه ان الناس دي بتاخد رعايه طبيه كويسه. يعني ده معناها ان الدكاتره بيقوموا بدورهم، ده معناه ان اطقم التمريض قايم بدوره، ده معناه ان بروتوكولات العلاج اللي مصر بتطبقها جايبه نتيجه، وده اللي العالم كله واللي احنا بنشوف العالم كله بيعمله. يعني احنا مثلا لما كنا قبل العيد بنيجي نشوف ان الارقام ابتدت تزيد ايه، 300 400 500 اكتر من 700 حاله. مع استقبالنا العيد الدوله قامت باجراءات احترازيه قويه جدا، عشان يعني نعمل ايه؟ طيب هيعملوا ايه اكتر من كده؟ بصراحه ما فيش ما في الامكان اكتر من كده. فابتدينا نلاقي نفسنا بنعدي ارقام كتير، في الناس تقول ايه ده، طب ما هو الارقام دي جت منين؟ سنه عدم الالتزام اللي حصل فيه اسبوع ما قبل العيد، واظن كنا كلنا بنتابع الناس نازله لا، وبالتالي كان لازم الدوله تاخد اجراءات اكتر، كان لازم انها يا جماعه التزموا بالكمامه، التزموا بالكمامه، التزموا بالكمامه. في ناس كتير جدا ما بتلتزمش، تلاقي واحد راكب ميكروباص وماله، في 14 واحد محدش لابس كمامه اصلا. امبارح بس تم تسجيل 1367 حاله، وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 34 حالة بفيروس كورونا، ربنا يا رب يرحمهم ويرحمنا. إجمالي عدد الوفيات في مصر وصل ل 913 حالة، ويبقى العدد الإجمالي للمصابين اللي تم تسجيلهم في مصر هو 23449 حالة، من ضمنهم الحمد لله 5693 حالة تم شفائها وخرجت العزل. وده تاني هرجع أقول ليه، احنا عندنا مجهود، مجهود بيحصل من الاطباء، مجهود بيحصل من اطقم التمريض، مجهود بيحصل في المستشفيات بتاعه العزل، والا ما كناش هنشوف الرقم ده في معدلات الشفاء، ولا هنشوف الرقم ده في معدلات الوفيات. امبارح بس وزاره 82 حاله من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل، احنا كل ما نشوف الرقم ده بنفرح. فاحنا الحمد لله رب العالمين مستنيين انه الارقام تزيد اكتر عشان يرتفع اجمالي المتعافين. فيبقى احنا عندنا من اصل بقى عندنا 5693 من اصل 6450، انه الحالات تتحول النتائج بتاعتها من ايجابيه لسلبيه، وده معناه انه في تطور كبير في ارقام المتعافين. لكن احنا لسه مصرين انه ما تخليش الاصابات تزيد، ما تخليش الضغط على المستشفيات يحصل اكتر من كده، ما تخليش الحمل على وزارة الصحة والمنظومة. وليه هرجع اقول اللي احنا بنقول ده؟ لانه يا جماعة الدول اللي تفشى فيها هذا الوباء، احنا طبعا حضراتكم طول النهار منورينا على اكسترا، القناة طول الوقت بتروحكم كل انحاء العالم نتابع كل دولة حصل فيها ايه، فبتلاقي انه اكبر الدول اللي عندها منظومه صحيه قويه جدا، وفي اوروبا ودول متقدمه على راي المثل، الصحه المنظومه الصحه عندهم ما قدرتش تستوعب الاعداد، ولا كان عندهم مستشفيات تستوعب الاعداد. لكن احنا الحمد لله رب العالمين ما وصلناش للمرحله دي، مش عايزين نوصل لها الحمد لله. لا شفنا في مصر زي ما حصل بره، ولا شفنا لا قدر الله بعد الشر ربنا يكفينا مقابر جماعيه، ولا الحاجات دي اللي احنا شفناها. فاحنا بنتكلم على ان احنا استحملنا فتره طويله، والاعداد اللي بتزيد دي بتزيد نتيجه استهتار. احنا بس محتاجين نستحمل الفتره دي، نستحمل ان احنا نلتزم،
نستحمل هذا العدو الخفي اللي هو الفيروس اللي انت مش عارف هو هيجي لك منين. احنا كمان بنقول لحضراتكم ده واحنا مواطنين نفس الارض، كلنا معرضين للإصابة يعني كلنا بجد. وانا تاني هرجع اقول انا مش بتكلم على فكرة انك تخاف من الغرامة او ان انا الاقي واحد وانا ماشي في الشارع حاطط الكمامة فلابسها منزلها هنا عند دقنه ليه مش عارفة، يعني انت عاملها عشانك مش عشان انت مش عشان الغرامة، مش عشان انا بسد بيها خانة، مش عشان انا عشان انا لو ركبت فيتقال لي انت معاك كمامه فانا طلعت كمامه يعني لا مش هينفع. الاقي مثلا وانا معديه بجد سواق معلق الكمامه في المرايه، بالمناسبه دي مش معطر الجو ولا يعني خمسه وخميسه بنبخر بيها العربيه، انت بتعمل ده عشان متعدي من اللجنه. والحقيقه انه المجهود اللي بتقوم بيه وزاره الداخليه المصريه في الموضوع ده في الشارع ربنا يحميهم يعني. بس هل انت كشخص محتاج بقى انك وراك حد لكل مواطن بيقولك خلي بالك على نفسك؟ احنا محتاجين ان احنا ما نديش لهذا الوباء فرصة ان ينتقل ويزيد في الاسبوعين دول، محتاجين ان احنا نلتزم، والالتزام بسيط جدا، نظافة، محتاجين ان احنا عندنا مواعيد الحظر لحد الساعة 8. الموضوع مش محتاج يعني احنا مش محبوسين على فكرة، احنا حتى لقينا الحمد لله رب العالمين دولة ما اتحبستش. حد يقول لك الكمامة، حد ضحك عليك في سعر الكمامة روح بلغ عنه. والحقيقة برضو ان في دور متابعة للموضوع ده كويس، وفي متابعة من جهاز حماية المستهلك وتقدر تبلغ. يعني خليك شخص ايجابي، المهم انت خلي بالك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من صحتك. تاني هرجع اقول بلاش نزود الحمل على الاطقم الطبيه، حقيقي بلاش نزود الحمل على المستشفيات. معدلات الشفاء الارقام اللي احنا بنفرح بيها دي كلها لازم نعرف انه عشان يبقى عندنا ال 5600 واكثر حاله اللي خفوا، يعني معنى كده ان كل دول لا قدامهم دكتور تعب قوي عشانهم، لا قدامهم طاقم تمريض قعد بالياما بيروحش بيتهم عشانهم، ولا احنا بس بنتعاطف على موقع التواصل الاجتماعي او بنتاثر بيهم، او ان انا انزل هاشتاج وان انا ادعم اطباء مصر وان انا ادعم الاطقم الصحيه، ده لوحده بالكتابه او بالسوشيال ميديا مش كفايه. محتاجين الدعم الحقيقي كلنا لبعض. طبعا بما ان احنا بنتكلم على الاطقم الطبيه، كلنا تابعنا حاله الطبيب البطل الدكتور محمود سامي طبيب مستشفى الحميات كده، حضراتكم عارفين هو غني عن التعريف. الدكتور محمود فقد بصره خلال مواجهة فيروس كورونا من كتر الشغل، من كتر الضغط، من كتر الوقفة، من كتر ما هو حريص على أرواحنا وعلى كل إنسان تحت إيده. عشان كده الطبيب بيحمل نفسه فوق طاقته، لأنه في الأول وفي الآخر هو بشر. وده بيأكد الحقيقة على التضحيات الكبيرة اللي احنا بنشوفها من اطبائنا في مصر، ومن من من كل الاطقم الصحيه الحقيقه في مواجهه ازمه انتشار فيروس كورونا. لو حضراتكم بتتابعوا طبعا هذا الفيديو اللي تم نشره للدكتور محمود سامي اللي نشره على صفحته الشخصيه على الفيسبوك عشان يطمن كل الناس. انا شخصيا انا واحده من الناس لما شفت الفيديو كان عندي سعاده غير طبيعيه بيه وبتفائله وبالايجابيه اللي بيتكلم عنها وبحالته الصحيه. الجميل انه كمان اكد انه في الفيديو في اهتمام كبير ليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بحالته، انه بيتابع تطوراتها. مندوب الرئاسه بيتواصل معاه واكد له ان الرئيس امر بعلاجه خارج مصر بعد ما يتلقى العلاج اللي بيتم حاليا في المركز الطبي العالمي، لو استدعت حالته السفر فبلده هتقف جنبه. دكتور محمود كمان الحقيقه وجه الشكر لكل القيادة السياسية، كان بيتكلم على هذا المجهود اللي بيتم في محاربة الفيروس. كمان كان بيوجه لنا رسالة انه طلب من المواطنين الالتزام اكتر عشان هزيمة هذا الفيروس. انا معايا يعني التفاصيل، تعالوا نشوف فيها رسالة الدكتور محمود سامي للمصريين في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.
كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما بخير. انا النهاردة جاء في بالي ان انا اطلع لايف واكلمكم عن حالتي من اللي يعني من اولها لحد دلوقتي. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا كنت في مستشفى العزل في بلطيم، كان المفروض بقضي اسبوعين فيها، لكن انا قضيت اسبوع واحد بس، وبعدين بدأت احس بتعب وكده. وطبعا زي ما انتم عارفين دخلت في غيبوبة استمرت 12 ساعة تقريبا او اكتر، انا مش متذكر. بعدين لما فقت فوجئت طبعا ان الدنيا ضلمة حواليا قوي. انا في الاول افتكرت ان ممكن اكون يعني النور قاطع او حاجة، او انا فين مش عارف. طبعا انا وقتها طبعا كنت في مستشفى صدر كفر الشيخ. بعد شوية بدأت اسمع اصوات جنبي وناس داخلة تسلم عليا وكده، فقلت لهم يا جماعة أنا مش شايف. كشفت ورمض وعملت أشعة وتحاليل وكده، فطبعا مجلس الوزراء مشكورا تدخل وقرر علاجي على نفقة الدولة. وجيت هنا المركز الطبي العالمي، وطبعا بدأوا عملولي فحوصات تانية وأشعة من أول وجديد تاني خالص من الأول خالص، وحجزوني هنا في أوضة في العناية، وبدأنا خطة للعلاج وكده. جابت نتيجة يعني كويسة مش وحشة. بدل ما في صندوق أسود دايما أنا حاسس إن أنا ببص منه على الحياة، بدأ يبقى فيه فلاشات بيضة أشباح، وأنا ما يعني ما بفقدش الأمل. طبعا ربنا كبير، وانا يعني بفضل الله ثم شعبنا الطيب اللي وقف جنبي وساندني، وكل اللي حواليا بيحكي لي انتوا عملتوا ايه وازاي بتدعوا لي وازاي وقفتوا جنبي، ده اداني امل كبير جدا ودافع ان انا اكمل في الطريق ده. وانا بشكركم كلكم، بشكر زمايلي كمان اللي وقفوا جنبي وساعدوني، بشكر أهلي طبعا وأهل قريتي وأهل بلدي. وأنا طبعا عارف دلوقتي إن إحنا في مواجهة مع فيروس كورونا، في حرب شرسة، ومتابع الأخبار وعارف. أنا يعني بتمنى إن إحنا كلنا نلتزم ونساعد بعض علشان نهزم الوباء ده في أقرب فرصة. وبرضه في نفس الوقت احنا بنشكر جهود كل المؤسسات المدنية والجهات الحكومية، وطبعا على رأسها مؤسسة الرئاسة اللي اهتمت بقضيتي تمام اهتمام كبير وساعدوني ان انا اجي هنا اتلقى العلاج. طيب احنا معانا على التليفون واحد من ابطالنا، من ابطال الاطقم الطبيه في مصر واللي وقفوا في مواجهه هذا الوباء، هو الدكتور محمود سامي، اخصائي الامراض الباطنيه والحميات. وهو زي ما قلت لحضراتكم واحد من ابطالنا، زي ما كنتوا بتتابعوا الفيديو، اللي اشتغل في مستشفى من مستشفيات العزل في بلطيم في مواجهه هذا الفيروس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور استاذه اسماء. اهلا بحضرتك والف سلامه عليك. وانا بشكل شخصي بشكرك على الفيديو اللي حضرتك عملته، انك تطمن عليك، لان حقيقي احنا كنا محتاجين نطمن على اخبار حضرتك، كنا محتاجين نعرف اخبار صحتك ايه. ومبسوطه جدا جدا يعني الحقيقه انك اديتنا احنا بريق من الامل ان ربنا ان شاء الله باذن الله يطمن عليك وحالتك تتحسن احسن واحسن يا رب. ان شاء الله انا يعني النهارده احسن من امبارح، وبكره ان شاء الله يكون احسن من النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني انا عارفه ان انا ممكن ما اقدرش ادخل مع حضرتك في تفاصيل طبيه كتير، بس خليني ارجع يا دكتور للاسبوع اللي حضرتك قضيته في مستشفى بلطيم، واللي حضرتك تعرضت ده كان نتيجه لضغط الشغل. طبعا انا عارفه لانه الاطقم الطبيه والاطباء كنتوا بتشتغلوا ساعات طويله جدا في مواجهه هذا الفيروس. وطبعا بصراحه يعني الطاقم الطبي يعني شايل عبء كبير جدا جدا طبعا، لكن
هم قدها بصراحه، قدها وهم يعني حاسين قد ايه الناس بتقدر شغلهم وكده، وده بيدفعهم دايما لان هم يبذلوا اقصى جهدهم بصراحه، وانا بقدر شغلهم ده بصراحه. انا يعني شفت منهم كل شجاعه واستبسال بجد وخوف على الناس، وهم انا شايف ان هم مكملين في شغلهم ان شاء الله مهما كانت الظروف اللي حواليهم وكده، طبعا ينقصهم تشجيع طبعا اكتر من كده، لكن هم مكملين وانا بشكرهم بصراحه حقيقي. يعني احنا كمان بنشكرهم طبعا مع حضرتك، وبنشكرك انت كمان يا دكتور محمود. لكن طب خليني ارجع اقول لحضرتك، امبارح طمنتنا الحقيقه وقلت انه العلاج ان شاء الله حتى ابتدى، حضرتك متمسك بالامل، احنا كمان متمسكين بيه باذن الله مع حضرتك في انه بقى في استجابه للعلاج. يعني قلت انه في حتى على الاقل بقى في نقط بيضاء او وميض ابيض في وسط هذا الظلام او صندوق الاسود اللي حضرتك شفته اللي كنت بتبص منه على العالم. هو موجود الحمد لله، بيحصل تحسن، فلاشات بيضة الحمد وأشباح لله. بيضة، شبكة بيضة بتظهر بعد جلسات الأكسجين تحت ضغط، أي وجلسات طبعا الفصل البلازما بتزيد قوي، وده دليل على أن الدم برضو بيوصل للأماكن اللي المفروض هي مقفولة مش واصلها الدم. أيوه وده كويس، ده أمر كويس، يعني هو تحسن بطيء طفيف لكن انا متمسك بيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا دكتور، باذن الله يكون بافضل. دكتور حضرتك بتتابع الان علاجك في المركز الطبي العالمي، يعني انت يعني طبقا لتعليمات مؤسسه الرئاسه وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، انه يعني انه بيتم تطبيق نظم العلاج دلوقتي في مصر المتاحه، لكن لسه حتى الان يعني ما تمش الوضع في الاعتبار ان حضرتك ممكن تحتاج علاج خارج مصر او هتستكمل كل علاجك بالكامل داخل مصر. وانا طبعا مكمل مع الطاقم الطبي اللي موجود معانا هنا، كونسلتو كبير، كونسلتو عظيم، وهم شايفين ان احنا في الاخر لما نستنفذ كل الطرق وما وصلناش لنتيجه مرضيه، ساعتها ان شاء الله هيبقى فكره العلاج للخارج دي مطروحه ان شاء الله. وطبعا مؤسسه الرئاسه مشكوره اكدت على كده ان هي مش هتسيبني الا لما تستنفذ معايا كل الطرق لحين عوده البصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا دكتور يعود قريبا. دكتور حضرتك كمان قلت يعني من ضمن رسائلك انه علينا احنا كمواطنين احنا نلتزم عشان نقدر نعدي الازمه دي. يعني انا كان نفسي انه اسمع من حضرتك رسائل اكتر، لانه ممكن يكون في بعض الناس مش مقدره قد ايه الضغط اللي بيحصل على الاطباء او المستشفيات او المنظومه الصحيه بشكل عام. ممكن حد يكون يعني حتى الان مثلا مش مستوعب خطوره هذا الفيروس اللي احنا بنواجهه، او العدو الخفي اللي احنا بنواجهه وبنحاربه كلنا مع بعض، سواء اذا كنا كاطقم طبعا طبيه وهم اللي عليهم الحمل الاكبر او كمواطنين عاديين. وطبعا يعني في ناس في بالفعل يعني فئه ممكن مش مقدره الخطوره قوي، لقله يعني ما شافش قدامه حاله بنفسه، اللي شاف قدامه حاله بنفسه هو اصيب بحاله من الذعر ومن الخوف، وقدر يفهم فعلا معنى نصائح الوزاره انك تلتزم بالعزل وتلتزم بان انت تاخد احتياطاتك كامله. ما بيعملش كده الا بعد ما شاف حاله جنبه، لكن يعني انا شايف ان احنا برضو شعبنا يعني شعبنا الطيب هو بيحاول، وفي فئات كبيره فيه بتحاول على قد ما تقدر فعلا، لكن في برضو بعض الفئات اللي ما يقدرش يقعد في بيته للاسف او كده، ده انا بقول له خد احتياطاتك كامله على قد ما تقدر، ما تنزلش الا للضروره علشان فعلا المستشفيات ما يحصلش انهيار في المنظومه الصحيه، عشان نقدر نواجه الاعداد الكبيره دي والوضع ما يزيدش سوء عن كده، ونقدر ان احنا يعني نهزم الوباء ده في اقرب فرصه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا يعني قلوبنا مع حضرتك ودعواتنا لحضرتك دكتور محمود، حضرتك وكل يعني ابطالنا اللي واقفين في مواجهه هذا الفيروس، والحقيقه بيجوا على نفسهم كتير قوي وعلى حياتهم وعلى صحتهم علشان خاطرنا، وان شاء الله باذن الله يحصل استجابه والوعي يزيد اكتر، وربنا يطمنا عليك يا دكتور ان شاء الله باذن الله، وننتظر بشرى قريبه من حضرتك انه الحاله بتتحسن احسن من كده ان شاء الله.
إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله ربنا كبير إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور محمود سامي، أخصائي الأمراض الباطنية والحميات، واحد من أبطالنا اللي اشتغل في هذا المنظومة الحقيقة. وده اللي أنا عايز أقوله، أنه لما بنشوف نموذج زي الدكتور محمود، لما بنشوف أطباء كتير بيضحوا بحياتهم علشاننا، لما بنشوف أقوم تمريض بتضحي بحياتها علشاننا، يعني إحنا أنا المهم عندي أن أنا بخلي بالي، زي ما كان دكتور محمود بيقول مش عايزين يحصل ضغط، مش عايزين يحصل ضغط، عايزين نشجعهم أكتر وفي نفس الوقت ناخد بالنا من نفسنا أكتر. هو ده اللي احنا بنفكر فيه، ان شاء الله ربنا يطمن عليه يا رب وحالته تتحسن اكتر واكتر. هرجع للسوشيال ميديا وهرجع اقول لحضراتكم انه كان في عدد كبير جدا من الاخبار والمتابعات، لكن خلينا نروح عبر كاميرا اكسترا نيوز الحقيقة من محطة مصر، نطمن حضراتكم على الإجراءات اللي بتحصل داخل محطة مصر، محطة سكة الحديد. وإحنا عارفين أنه قد إيه لما إحنا بنتكلم على القطارات في مصر أو سكة الحديد كوسيلة من وسائل المواصلات، عارفين عدد البشر اللي بيستخدموا هذه الوسيلة الهامة جدا في حياتنا بشكل يومي. هروح لزميلي إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز عشان يقول لنا إيه اللي بيحصل. استعرض معنا في هذا الصباح جهود هيئة سكك حديد مصر في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد ما بدأ إلزام ركاب المواصلات العامة كلهم بشكل عام بارتداء الكمامات من الأمس، حسب طبعا القرار من مجلس الوزراء. صباح الخير عليك يا إبراهيم ويومك سعيد إن شاء الله، وياريت تشرح معانا لكل السادة المشاهدين وتقول لنا إيه الأوضاع عندك في محطة مصر الآن ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. صباح الخير عليك يا أسماء، كل سنة وانت طيبة والحمد لله على السلامة. الناس كلها طبعا بعد ما عيدت رجعنا مرة تانية لأشغلنا، حركة القطارات كمان رجعت بعد أجازة توقفت لعدة أيام طبقا للقرارات الخاصة كما ذكرتي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من يعني التجمعات بالتأكيد والوقاية من فيروس كورونا. أنا بكلمك من هنا من محطة مصر، واحدة من أهم محطات سكك حديد مصر هنا في القاهرة. وبالأمس كان اليوم الأول وكان في جولة للسيد وزير النقل المهندس كامل الوزير، ولفينا ما بين هيئة سكك الحديد وكمان محطات مترو الأنفاق. خليني أكلمك بصورة خاصة عن هذه المحطات، ويمكن بطبيعة عملنا أن احنا على طول متواجدين بشكل دائم في مناطق متعددة خارج الاستوديو، فلاحظنا أو بنقدر نشوف مدى استجابة المواطنين للقرارات اللي أطلقها واللي دعا ليها الدكتور مصطفى مدبولي. بالأمس كان العنوان ربما مختلف تماما وكانت الصورة مختلفة تماما لاستجابة المواطنين لارتداء الكمامات في المحطات، إن كنا بنتكلم في القطارات أو أيضا في محطات المترو. هنا هيئة سكك حديد مصر بنتكلم على إجراءات كمان اتخذوها لسلامة المواطنين، بنتكلم يا أسماء عن علامات تباعد اجتماعي ربما متواجدة في الأرض، بنتكلم على رسائل توعوية بتكون في الإذاعة الداخلية لسكك حديد مصر. ويمكن الكمامة أصبحت هي حاجة أساسية للمواطن عقب عودتهم من الأجازة، بالإضافة التعقيم. يمكن قبل العيد كنا بنتكلم على تعقيم المؤسسات وبنتكلم على تعقيم المحطات، التعقيم مازال مستمر بالتأكيد في محطات سكك حديد مصر وكمان محطات مترو الأنفاق. طيب امبارح على السوشيال ميديا انتشرت بعض الصور للزحام ربما في بعض المحطات، وزارة النقل أعلنت أن وزير النقل المهندس كامل وزير أعلن بزيادة عدد القطارات مما لا يستدعي يعني تجمعات البعض. بنتكلم على محافظات الصعيد، وبنتكلم أيضا أحد القطارات أيضا اللي تم زيادته بالأمس القاهرة اسكندرية. امبارح بنتكلم على أول يوم بعد العودة، بنتكلم على أول يوم
بعد اجازه طويله خدتها سكك حديد مصر بالتاكيد في ظل هذه الاجراءات الاحترازيه. مش متعودين ان القطارات او ايضا المترو يعني في الاجازات الرسميه او اي من المناسبات الهيئه تحديدا بتكون بتستمر في عملها، ولكن طبقا للاجراءات للحفاظ على سلامه المواطنين يعني تم وقف هذه الخدمات. أول يوم طبيعي شهد ربما تجمع ما مما أدى لوزارة النقل إنها تقوم بزيادة عدد القطارات حتى لا يتجمع المواطنون في المحطات المختلفة. برجع لك مرة تانية وكل سنة وانت طيبة وكل مشاهدينا الكرام بكل خير. بشكر زميلي إبراهيم عزة اللي كان بينضم لينا من محطة مصر، والحقيقة بشكرك يا إبراهيم على هذا التقرير الوافي اللي انت قدمته لنا في نقل صورة حية لرجوع وانتظام مرة أخرى حركة القطارات في مصر بعد هذه الأجازة الطويلة. يعني من الواضح أنه زي ما إبراهيم كان بيقول لنا أنه هذا الالتزام بارتداء الكمامة للغالبية طبعا العظمى، وأيضا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتعقيم. بشكرك جدا يا إبراهيم، يومك سعيد إن شاء الله. كل تأكيد الشكر موصول لكل زملائي مراسلينا في إكسترا نيوز اللي بيشتغلوا في هذه الأجواء الحياة وبيحاولوا طول الوقت إن هم ينقلوا لنا صورة حية عما يحدث في الشارع المصري في كل الأحداث. سأذن حضراتكم إن احنا نروح لفاصل صغير وبعدها نرجع نكمل هذا الصباح. خليني أقول لحضراتكم إن كتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تداولوا فيديو مؤلم بشكل كبير جدا. اتنين من معدومي الإنسانية والضمير والأخلاق وحاجات كتير قوي، يعني حاجات من الـ الصفات السيئة للغاية، قاموا بتخويف طفل من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب. طبعا حضراتكم شفت الفيديو ده. وقبل ما نتكلم عن هذه الواقعة الغير إنسانية خلينا برضو نقدم الشكر لوزارة الداخلية المصرية على التحرك السريع في وقت قياسي إنها تحدد الاثنين المتهمين في هذه الواقعة تقدمهم للعدالة عشان ياخدوا جزائهم. ده الحقيقة مش غريب على شرطتنا الوطنية، يعني هذا المجهود الحقيقة الخرافي اللي بيتم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، لكن كمان عدم السماح لمثل هذه النوعية من البشر إذا كانوا بشر إنه يعيشوا حياتهم كده عادي حتى لو ما فيش بلاغ اتقدم ضدهم. هم حمايتنا وظهرنا، بنطمن بوجودهم. الغريبة في هذه الواقعة الغير إنسانية بالمرة إن أنت بتشوف حالة تهديد وترويع وتنمر واضحة. لكن المتهمين اللي تم القبض عليهم بعد ما قامت أجهزة الأمن بتحديد مكان الواقعة اللي تمت بالمناسبة في أليوب محافظة الأليوبية اعترفوا في التحقيقات إنهم عملوا كده مع هذا الطفل البريء اللي بيعاني حبيبي من إعاقة ربنا يخليه ويعافيه، إنهم كانوا بيهزروا معاه بحجة إنه قريبهم. هو ده هزار؟ يعني أنا عموما يعني ايه هزار بيوصل الانسان لمرحله من الرعب والتهديد وهزار ضد الانسانيه؟ هل معنى ان الطفل ده قريبك مثلا، جارك، اخوك، صاحبك، اي حاجه اي مكان انك تعمل فيه كده؟ يعني الاستهتار في التعامل مع الاطفال بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص هو محتاج دعم منك مش إرهاب. وحتى لو هو ما بيحبش الكلاب انت ممكن تطمنه لو انت تعرف الكلب ده ان الكلب ده مش هيأذيه، لكن انك ترعبه بالشكل ده يعني ايه مبرر انه قريب؟ يعني مين اداك الحق انه طالما قريبك انك تعمل فيه كده؟ الاثنين المتهمين دول واحد منهم بيشتغل سائق والتاني ميكانيكي، وعايزين نقول ان اعترافاتهم في التحقيقات انهم قرايبه ده مش هيعفيهم من المسؤوليه القانونيه، وهيتم اتخاذ الاجراءات ضدهم عشان يكونوا عبره لاي حد يعمل هذا الفعل الفظيع
اللي احنا شفناه للفيديو. وعايزه اقول لحضراتكم بس عايزين نوضح انه حكم القانون او نوضح لحضراتكم حكم القانون في التعامل مع مثل هذه الوقائع او عشان يكونوا عبره لمن يعتبر. الماده رقم 375 مقرر وده ده قانون مش كلامي. ماده واضحه بتقول يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه كل من قام بنفسه او بواسطه الغير باستعراض القوه او التلويح بالعنف او التهديد بايهما او يعني طبعا اللي يتم استخدامه او ما تم استخدامه ضد المجني عليه بقصد الترويع او التخويف او بالحاق اي اذى مادي او معنوي. كمان بتكون العقوبه بالسجن المشدد او الغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه إذا وقع الفعل من شخصين أو أكتر، أو إنك تكون بتصطحب معاك حيوان يثير الذعر. وده اللي قام بيه الاتنين المتهمين، مش بس هددوا الطفل لكن كمان خوفوه بالكلب في هذه الوقعة، واللي احنا إن شاء الله بإذن الله مش هنشوفها مرة تانية بإذن الله في أي مكان في مصر. ودول يكونوا عبرة لمن يعتبر. نص مادة القانون واضح، ومش معنى ان هما بيقولوا في تحقيقات انه قرايبه زي ما تم تداول بعض الجزئية دي على موقع التواصل الاجتماعي ده قريبهم. طفل في حماية الدولة المصرية وفي قانون وهيتم تطبيقه ان شاء الله وياخدوا عقاب رادع عشان محدش يفكر يعمل كده لا بقصد الهزار ولا التخويف، لانه كان في تخويف عن عمد وده مش هزار. نرجع طبعا لخبر كلنا بالامس ودعنا فنان كبير وغالي علينا قوي كلنا كمصريين والوطن العربي كله من الجيل الذهبي للفن المصري، هو الفنان الكبير والقدير حسن حسني اللي بيعتبر واحد الحقيقه من اكتر الفنانين اللي ارتبط بيهم المشاهد المصري والعربي. خفة دمه وحضوره والموهبة والقدرة على أنه يكون متواجد في كل الأدوار، سواء إذا كانت أدوار اللي بتتسم بالخير أو بالشر طبعا على في مجال التمثيل أو على الشاشة. حقيقة أنه شارك كمان الأجيال الجديدة ودعمهم على مدار ربع قرن. تاريخه قبل مرحلة سينما الشباب نوعيات مختلفة، رحل عن عالمنا بعد ما سجل رقم قياسي كأكثر الممثلين عطاء في السينما والدراما والتلفزيون والمسرح. قدم أكثر من 490 عمل مختلف على مدار هذا التاريخ الطويل. خلص تعزينا للأسرة، مش لأسرته بس، يعني طبعا خالص تعزينا في البدايه لاسرته لاسره الفنان القدير حسن حسني الله يرحمه، خالص تعزينا للاسره الفنيه المصريه وللمصريين عموما جمهوره سواء في مصر او في الوطن العربي كله. تعالوا نشوف تقرير عن فناننا الراحل، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته. رحلة طويلة قضاها الفنان الراحل حسن حسني في عالم الفن أثرى خلالها المسرح والسينما والتلفزيون بمئات الأعمال التي ستبقى في وجدان وذاكرة محبيه للأبد. ولد الفنان الراحل في حي القلعة عام 1931، وعلى خشبة المسرح المدرسي برزت موهبته إذ حصل على العديد من الجوائز، ثم سطعت موهبته بشكل أكبر على خشبة المسرح العسكري وبعدها المسرح القومي حاصداً صداً طيباً لدى الجمهور. على خشبة المسرح قدم حسن حسني العديد من الأعمال الفنية، منها على الرصيف وفلاح فوق الشجرة وسكر زيادة وجوز ولوز وعفروتو وحز النياه. أما سينمائياً
فبدأ مشواره الفني بأدوار بسيطة في أفلام مثل الكرنك وأميرة حبي أنا، قبل أن يلفت الأنظار إليه في سواء الأتوبيس مع المخرج عاطف الطيب عام 1982، كما عمل مع عدد من المخرجين من بينهم محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم. في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، كان الفنان الراحل هو القاسم المشترك في أفلام مجموعة من الفنانين الشباب مثل علاء ولي الدين ومحمد سعد وأحمد حلمي، فشارك في عبود على الحدود واللمبي وميد مشاكل ومحامي خلع حتى أطلق عليه لقب الجوكر. وفي الدراما التلفزيونية لمع اسم الفنان حسن حسني عندما وقف أمام الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في مسلسل أبناء الأعزاء شكراً، ليفتح له هذا الدور فرصاً كثيرة في الدراما التلفزيونية، إذ برع في أدوار متعددة بمسلسلات بوابة الحلواني ويا رجال العالم اتحدوا ورأفة الهجان. وعلى مدار مشواره الفني نال الفنان الراحل العديد من الجوائز، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018. وأنا سعيد أوي، فرحان أوي 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 إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش. ليغيب عنا صانع البسمة تاركا خلفه ميراثا من الفن الجميل لن ينسى أبدا. الله يرحمه، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. طبعا احنا عارفين انه الفنانين اللي عشنا معهم سنوات طويلة جدا ممكن يرحلوا دايما عن عالمنا، عالم الأحياء بأجسادهم، لكن دايما بيفضلوا موجودين معانا، دايما بنفضل فاكرينهم في كل مشهد وفي كل حركة وفي كل فيلم بيتعاد أو مسرحية أو مسلسل، في كل بسمة قدروا إن هم الحقيقة يخلونا نبتسم ونضحك. ربنا يرحمنا يا رب ويسكنه فسيح جناته وكل اللي فرقونا ورحلوا عننا. لسه مكملين مع الفن، يعني دايما الأعمال الفنية الكبيرة والعظيمة والراقية بتعيش سنين جدا طويلة، يعني رغم أنه فات على عرض مسرحية رايا وسكينة حوالي 40 سنة، لكن لسه المسرحية دي بتتعرض بتحقق نفس البهجة ونفس الضحكة لكل الجمهور المصري والعربي، وده بالمناسبة بيخليها طقس بالنسبة لنا من طقوس العيد أو المناسبات أو اللي عندنا أجازة، إنك تدور على محطات التلفزيون المختلفة سواء بنتكلم تلفزيون الأرضي أو الفضائيات تشوف عرض لمسرحية رايا وسكين. ورغم إنه عرضها بيحصل زي ما بقول لحضراتكم على جميع القنوات في العيد، السنة دي المسرحية رجعت لنا هدية جميلة، واحد من أبطالها اللي ابتعدوا عن الأضواء الفترة اللي فاتت وما كناش بنشوفه وما ظهرش، لكن حقيقة ظهوره عملنا حالة من السعادة والفرحة الغير طبيعية. هو الفنان القدير الأستاذ نعيم عيسى اللي نشر ابنه سامي مقطع لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بيظهر فيه والده الفنان القدير وهو بيتفاعل مع الاستعراض اللي تم فيه مسرحية رايا وسكينة. طبعا حضراتكم فاكرين إشاعات إشاعات بيقولوا فيه عصابات بتخطف في الستات، تدخل طبعا الأداء للفنانة القديرة شادية ربنا يا رب يرحمها ويسكنها فسيح جناته والفنانة القديرة الأستاذ سهير البابلي ويعملوا الحقيقة دويتو شهير مع الفنان القدير نعيم جميل طبعا اللي كان صاحب محل الأقمشة ويحصل الحقيقة هذا الاستعراض اللي هو عدى 40 سنة ولو جه 40 سنة إن شاء الله بإذن الله كمان هنفضل نشوفه بنفس الحماس ونفس الضحكة ونفس الفرح. نشوف مع حضراتكم تقرير الحقيقة عملته كاميرا إكسترا نيوز مع الفنان القدير عيسى اللي بننفرد بيه الحقيقة في هذا الصباح النهاردة واللي بصبح عليه بقول له ربنا يدي حضرتك الصحة والعمر وكنت وحشنا حقيقي بجد كنت وحشنا حضرتك ونجوم كتير قوي ممكن يكونوا بعدوا عن الأضواء، لكن عايزين نقول لهم إن إحنا مش ناسينكم، إن إحنا لحد دلوقتي حتى لو ما كناش بنتابع مع حضراتكم أو بنشوفكم في تليفون أو في تقرير، لكن دايماً أنتم موجودين في وجداننا كل ما أعمال حضراتكم بتتعرض وبنشوفها. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. مش عارف بنصبحه على
تحت القمر. قول لنا اخر خبر. اللي اختارني فرايا وسكينه سمير خفاجي المنتج صاحب فرقه الفنانين المتحدين، وحسين كمال المخرج. يعني هما الاثنين اتفقوا عليا وعملت دور بتاع القماش، عم جميل بتاع القماش فرايا وسكينه. كنا مجموعه يعني كده مع بعض يد واحده وكان شكلنا واحد ومتعاونين مع بعض، وكان الجو حلو كده معانا كلنا في المسرحيه. هو حضرتك كمان من كل الستات اتمنع بقى يا حسن؟ لا حسن لو سيد ابو الدردار بقى ما حصل. طب يا عم ده بيحصل، حصل في دليل قوي يا اختي. اما بنسمع كلام كده جدتنا بتتلبس بتحصل انزال السوق يا راجل. الكلام ده مش عارف الستات. انا اول مسرحيه عملتها مع الأستاذ الكبير الفنان العظيم الله يرحمه بقى عبد المنعم مدبولي. كانت الفرقة بتاعته اسمها مسرح المدبوليزم، وعملت دور معاه وكان معنا يحيى الفخراني وكان معنا أسامة عباس ومجموعة يعني كويسة زمان. والله مع الزعيم أنا سافرت مع بلاد كتير قوي، لحد ما رحنا استراليا اخر كرات العالم. و مسرحيه الواد السيد الشغال، وبعدين اخر حاجه زعلتني يعني هناك ان انا واحنا ماشيين نسيت الشنطه، راحت الشنطه بتاعتي بالهدايا اللي فيها. بس لما جيت بقى مصر هنا وقدمت شكوى وكده جابوا لي مكافأة يعني عوضوا لي الشنطة اللي راحت الحمد لله. أحلى استعراض اتعمل عن الإشاعات، إشاعات ربنا يا رب يديله الصحة والعمر. يعني الحياة علامات في تاريخنا، صعب قوي قوي إن احنا نقول إنه مهما عدت السنين ممكن أعمال زي دي، طبعا سواء المخرج المسرحي الكبير الاستاذ سمير خفاجي، لكل اللي قدموه الله يرحمه طبعا، لكل اللي قدموه وعاش في حياتنا. دايما بتبقى الحاجات دي حلوه. بشكر طبعا كل زملائي على هذا التقرير الجميل، وانه الفنان الاستاذ نعيم عيسى نور نفسه النهارده في هذا الصباح. طبعا حضراتكم بتتابعوا، يعني هاخد حضراتكم كده بشكل سريع لما يحدث في العالم. بتشوفوا تداعيات فيروس كورونا، ازاي انه دول كتيرة جدا دلوقتي بتستعد مرة اخرى، ان هما بيدوروا يقولوا طب احنا هنستعيد حياتنا ازاي، او العالم ازاي هيكون شكله ما بعد كورونا. حتى الان عشان تبقوا حضراتكم عارفين قبل ما نروح لفقراتنا القادمة، كل ما يحدث من العلماء في العالم مجرد اجتهادات، والاجتهادات دي طبعا جايبه بعض من النتائج لان احنا بنشوف معدلات شفاء كويسه. لكن الاغرب من ده انه مع كل ما يحدث حتى الان، حتى هذه اللحظه، محدش عارف شكل الحياه هتحصل ايه، محدش عارف هذا الوباء هينتهي امتى. الناس اللي بتقول انه مع ارتفاع درجات الحراره، يعني كان في طبعا بعض التنبؤات والتكهنات انه شهر 5 هذا الوباء هينتهي، لا شهر 6 هو لسه مكمل معانا، لا نص 7، محدش عارف امتى هذا الوباء ممكن ينتهي. عشان كده اللي بتعمله اي دوله ان هي بتاخد اجراءاتها الاحترازيه، لكن لازم الحياه تستمر، لازم الكون يفضل مكمل، لازم حركه الحياه تفضل مكمله، لازم الناس ترجع اشغالها، لازم عجله الاقتصاد اللي انهارت في دول كتيره جدا، والحمد لله رب العالمين ان احنا في مصر ما عندناش الكلام ده خالص. جنب بقى الاحداث اللي بتحصل في كورونا، في احداث ثانيه برضو مؤسفه في بعض الدول، ولا حضراتكم ممكن تكونوا تابعتوه في شوارع الولايات المتحده الامريكيه من اليوم الثاني على التوالي، مظاهرات، مسيرات احتجاجيه، طبعا عمليات طبعا من الحرائق والتدمير وما الى ذلك، وده على يعني خلفيه قتل شاب من اصول افريقيه، هو الشاب جورج فلوريد، طبعا احد ضباط الشرطه الامريكيه. زي ما حضراتكم تابعتوا اللي حصل، وده طبعا في مدينه مينيابوليس، وتم انه مسكوا هذا الشاب ووضع
رجله عليه لحد ما خنقه ومات. على مدار الساعات الأخيرة اللي فاتت شهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كبيرة جدا. انتقلت هذه الاحتجاجات لشوارع لوس أنجلوس ونيويورك كمان، يعني الموضوع خرج بره الولاية اللي حصل فيها هذه المشكلة أو هذه الجريمة. وبالرغم من أنه في تكثيف أمني طبعا لرجال الشرطة الأمريكية عشان يتم السيطرة على هذا الوضع، لكن حتى الآن على ما يبدو أنه ما فيش سيطرة. وده طبعا لما حصل بعض التصريحات من قبل المسؤولين في الحكومة الأمريكية، وده استفز المواطنين بشكل أكبر، وبالتالي خلى الموضوع خارج إطار السيطرة. طيب نروح لتفاصيل أكتر من واشنطن مع الدكتور ماجد شرقاوي الخبير في العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك دكتور ماك. صباح النور على حضرتك، ويعني عايزين بشكل سريع كده حضرتك تدينا ملخص لما يحدث الآن في شوارع خلينا نقول الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما تصاعدت أعمال العنف وخرجت بره إطار هذه الولاية اللي حصل فيها جريمة مقتل شاب من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية. هو الموضوع ببساطة ليس وليد باللحظة، ده على مدار عقود من الزمن هناك استهداف للأمريكان من أصول أفريقية، يعني من الشرطة الأمريكية خاصة من الشرطة البيضاء. في تعميق إلى فكر العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولى الرئيس دونالد ترامب في 2016. أعتقد أن حتى النهاردة تصريح الرئيس دونالد ترامب كان غريب الشكل، اما قال ميجا اللي هي اختصار ميك امريكا جريت اجين، يعني دعنا نجعل امريكا عظيمه مره اخرى. قال ان ميجا بتحب السود، معنى ان ميجا بتحب السود يبقى ميجا بيض، يبقى ده اللي بيرسخ التصريحات اللي انا قلتها، اللي هي الفكر العنصري بيعود مره اخرى، يعني بيعود بقى الزمن الماضي بقى زمان زي كما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه سابقا. يعني بالظبط بالظبط، انا قلت ان الشعار بتاعه المفروض يكون دعنا نجعل امريكا بيضاء مره اخرى، وده اللي بيدعمه تصريحات ثانيه له انهم سالوه في الهجره قال لهم انا مش عاوز يجيني ناس، يعني لفظ مش هقدر اقوله على الشاشه بتاعتي، من افريقيا، انا عاوز ناس يجوني من اوروبا، عايز ناس من فنلندا، عاوز ناس بيض، يعني هو يريد ان يجعل امريكا بيضاء مره اخرى. طب دكتور ماك هذا يعني الوقت الماضي. طب دكتور ميك عفوا انا يعني عفوا لمقاطعه حضرتك، ولكن انا هقف عند الجزئيه دي، يعني خلينا نقول انه هذه الواقعه كده احنا بنتكلم على ترسيخ مره اخرى لقواعد العنصريه في مجتمع هو على ما يبدو انه من المجتمعات المقدمه والمتقدمه، والمفروض ان ده زمن ولا من زمان يعني وعفى عليه يعني الزمن زي ما بيقولوا، انه هذه الامور الواحد مستغرب انها بتعود مره اخرى للانتشار في الولايات المتحده الامريكيه. منتهى العنف تعام 40 مليون امريكي اسم الولايات المتحده الامريكيه النهارده فعلا هم خايفين على حياتهم. النهارده هو الامريكي من اصل اسود بيبقى خايف هو موجود في يعني وايت نيبرهود في مكان من البيض. اعتقد ان يعني مجرد ان هو اسود بس جريمه، مجرد ان هو اتولد اسود مش جريمه. 2 مليون مسجون في الولايات المتحده الامريكيه، اكثر من ثلثينهم من السود. اكثر من 4 مليون اخرين خرجوا من السجن موجودين تحت اجراءات المراقبه البروبيشن في الولايات المتحده الامريكيه، 4 مليون تانيين، يعني في 6 مليون لو انت حسبت ثلثينهم من السود. ده كارثه، كارثه سوداء. طبعا النهارده ما حدث من تفاعل الامر، طبعا المتظاهرين خرجوا للتعبير على ان حياه الامريكان السود زيها قيمه زي قيمه الحياه البيض، يعني هي دي الحركه اللي اسمها بلاك لايف ماتر، ايضا ارواح السود ايضا مهمه. خرجت للتعبير عن الغضب عن مقتل ضحيه اخرى رقم 11 في الفتره القريبه من 20 سنه اللي فاتت، دي رقم 11 تركي ابيض يقتل رجل اسود. خرجت المظاهرات بالتاكيد انضم اليها الجوغاء والدهماء وبدات، ما هو ده اللي خلاني دكتور ماك ارجع اتوقف
دكتور ماك، دلوقتي استمرار هذه الأعمال العنف والتخريب واقتحام المحل التجارية والسطو على البنوك يعني، وزي ما حضرتك ذكرت انضمام ليهم الغوغاء في ظل تداعيات فيروس كورونا، يعني الوضع حضرتك بتشوفه ازاي، خصوصا ان الامر خرج لاكثر او امتد لاكثر من ولايه، شفنا لوس انجلوس، شفنا نيويورك، على طبعا تداعيات يعني هذه الجريمه الشنعاء يعني اللي تم ارتكابها من قبل الشرطه الامريكيه. ما هو بقى في جرائم متتاليه بعديها، يعني دلوقتي في متظاهر مات، في 3 مصابين اصابات خطره، وفي اكثر من 300 مقبوض عليهم، وفي افعال من الشرطه، استفزاز، اطلاق نار على متظاهرين من شرطه، دهشت بعربيات شرطه في نيويورك، يعني عربيه شرطه في نيويورك تصور فيديو في باراكيد عاملين حاجز للمتظاهرين في الشارع، ضابط الشرطه وقف بالعربيه وجات عربيه ثانيه وقفت جنبه، وبعدين طلع 3-4 متر قدام يعني بمحاوله لتفريق المتظاهرين. كل ده بالتاكيد بينتشر كما تنتشر النار في الهشيم، وبكره نلاقي متظاهرين اكثر. اذا كانت الشرطه بتتعامل بالعنف سوف يقابل الموضوع بالعنف من الناحيه الاخرى. نحن نريد قائد، قائد والله. احنا في امريكا بنحسدكم على الرئيس عبد الفتاح. الحمد لله، يعني ربنا يحميه يا رب ويحفظه يعني. طب خليني يا دكتور بقول لحضرتك انه يعني بعض الصوره كده بتعكس انه لون بشره رئيس الولايات المتحده الامريكيه هو اللي بيكرر طبيعه شعبه، يعني احنا شفنا انه كان في دعم من الرئيس الاسبق الامريكي باراك اوباما ل يعني جميع الامريكان من اصول افريقيه، وبنشوف حرب على كل من له اصول افريقيه او اصحاب البشره السمراء من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يعني لون الرئيس او طبيعه الرئيس هي اللي هتحدد دعمه للشعب المتواجد داخل الولايات المتحده الامريكيه بعد كده؟ بالتاكيد لا، لان يعني الرئيس اوباما في 2014 في فيرجسون برضه شرطي ابيض قتل شاب يعني 18 سنه 17 سنه 8 رصاصات قتلوا في يعني، وحصلت مظاهرات وحصلت، بس كان في قياده يعني الرئيس اوباما في ذلك الامر، وهو رئيس اسود قاد الموقف باحترافيه ولم يتحيز الى الجانب الاسود او الجانب الابيض، كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه، كان رئيس لكل الامريكان. احنا عاوزين رئيس لكل الامريكان، مش رئيس بس للبيض. احنا عندنا اقليات كثيره في الولايات المتحده الامريكيه، هذه الدوله بنيت على التعدد، بنيت على يعني خلفيات من دول ومن اجناس. طب هل من المتوقع ان عمليات ال 1 مليون من الاسبان، اكثر من 12 مليون من العرب؟ طبعا معروف ان الولايات المتحده الامريكيه فيها عدد كبير جدا من يعني متعدده الجنسيات ومن اصول مختلفه. نريد رئيس لكل الامريكان وليس فقط للبيض منهم. طيب دكتور ماك، هل من المتوقع انه اكره لوني، اكره لوني النهارده ان انا ابيض؟ انا 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 طبعا مقدره مدى انفعال حضرتك، لكن خليني قد ايه، هل من المتوقع انه هتستمر هذه الاعمال او هتستمر حده هذه التظاهرات، يعني خصوصا انه يعني احنا بنتابع انه الشارع الامريكي دلوقتي اغفل عن فيروس كورونا وازمات فيروس كورونا، وهناك تركيز على هذه القضيه على وجه التحديد، هل هتستمر اعمال العنف في الشارع الامريكي وربما تمتد لولايات اخرى؟ هل حضرتك بتشوف ان ده ممكن يحدث؟ اعتقد ان بكره هيكون احد ساخن، اعتقد ان في ظل التصريحات الغير مسؤوله من الرئيس ترامب ممكن ده يثير الامر اكثر احتداما واكثر دمويه. لابد ان يكون هناك يعني عاقلين يتدبروا الامور ويجلسوا مع الناس. يا جماعه طيب يعني ازاي انت تتهم هذا الضابط الذي قتل هذا الرجل 9 دقائق فيديو يقطع القلب، 9 دقائق انت جاسم فوق راسه خلاص وبدون اي مبرر، وفي 2 ضباط تانيين ورا العربيه اتضح من فيديو اخر كانوا قاعدين فوق ظهره، والضابط الرابع الثاني اللي موجود بيمنع الناس ان هم تتدخل في الموضوع، ناس واحد بيموت قدامها، واحد بيموت قدامه. لم يتم التوجيه للتهم للضابط واحد منه لو كان حاطط ركبته على رقبته، واتهم بالقتل من الدرجه الثالثه اللي هو القتل الخطا. يعني رفض من مينيسوتا القتل من الدرجه الثانيه في مينيسوتا اللي هو ما فيش سبق اصرار بس في تعمد. هو كان في تعمد، لو نظرت للغه الجسد وهو حاطط ايده في جيبه هذا المعتوه
حاطط ايده في جيبه وهو بينظر برشوه وهو يمارس هذه الساديه وهو امام كاميرا بتصوره وبيتحدى من يصوره وبيقول له هو بيخرج بانفاسه الاخيره انت فاكر نفسك ان انت يعني جامد قوي؟ لا ما انتش جامد قوي. يا نهار اسود وميت، ايه ده؟ ايه الفجر ده؟ وهؤلاء الضباط الثلاثه الباقيين ليه ما تطبقش ليهم يعني عقوبات جنائيه ويقدموا باتهامات جنائيه؟ فقط اكتفوا بردهم من الخدمه. اعتقد ان بالتأكيد امريكا بلد الحريات والعدل، تحتاج الى العدل يا دكتور ماك، انه يعني بكل تاكيد وضع مؤسف وجريمه صعبه جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاوضاع تكون اكثر استقرارا. كل الشكر للدكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدوليه. على ما يبدو ان امريكا البلد اللي كانت بتصدعنا دايما، يعني كان دايما عندنا مشكله تجاه النوع ده من الدول، ان يقول لك يعني الكلام بقى عن الحريات والعدل ومنظومه العدل ومراعاه حقوق الانسان، وفاكرين انتوا الكلام ده، وتطلع منظمات كتير جدا في امريكا، منظمات مشبوهه تتكلم على الموضوع ده كتير، بس غالبا هم ما بيشوفوش حقوق الانسان عندهم. هنشوف عموما هذا الوضع هيستمر الى اي مدى، وهنشوف يعني حدة هذه الأوضاع ربما تهدأ أو تتصاعد. طبعا الأمر متروك للحكومة الأمريكية، وإحنا بس بنعرض أمام حضراتكم الصورة. هرجع مع حضراتكم لمصر، وزي ما قلت إن إحنا هنروح النهاردة لمكان عزيز على قلوبنا كلنا. كلنا كبير وصغير لينا ذكريات معاه، لأن إحنا لما نيجي نتكلم على حديقة الحيوان في الجيزة نتكلم على واحد من أهم وأبرز المزارات التاريخية. إحنا نتكلم على مكان تاريخي أثري، الأجيال والأجيال والأجيال اللي ارتبطوا بيه من المصريين واللي بيستمتعوا بوقتهم فيه. بنتكلم الطبيعة، الحيوانات المختلفة، الفصائل النادرة اللي بتضمها هذه الحديقة العريقة. طبعا حديقة الحيوان مغلقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخلال الفترة دي ربما ان احنا بنشوف طبعا أضرار فيروس كورونا، لكن بنشوف فوائدها على الطبيعة. زي ما قلت، اللي حصل في حديقة الحيوان في الجيزة انه فترة الإغلاق او اللي تم منع الزائرين طبعا من ان هم يكونوا متواجدين في الحديقة، لان احنا بنمنع التجمعات، اثر بالإيجاب في اعداد مواليد حديقة حيوانات الجيزة بين فصائل معينة كمان من الحيوانات. هتكلم مع حضراتكم بشكل أكبر، وهنروح نتابع مع حضراتكم إيه اللي حصل وإيه هي التفاصيل مع ضيفنا اللي بينضم إلينا في هذا الصباح عبر كاميرا إكسترا نيوز، الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا، صباح الخير أستاذ أسماء، وصباح الخير على مصر كلها إن شاء الله. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وخليني في البدايه بس يعني مع الاخبار اللي تم تداولها، عايزين نعرف من حضرتك ايه علاقه غياب الزائرين عن الحديقه وزياده عدد المواليد في بعض من انواع الحيوانات، اللي محتاجين تفاصيل من حضرتك اكتر عن هذه الانواع وليه حصلت هذه الزياده. والله حضرتك احنا طبعا في الفتره اللي فاتت دي ركزنا ان احنا نكمل، احنا كان لينا خطه اكسار هامة جدا ان احنا بنهتم بالتغذية الجيدة، بنهتم بالصحة الحيوان، بنهتم بالإسراء البيئي، ان احنا نوفر الجو المناسب لخطة اكسار وتزاوج للحيوانات. فالحقيقة الفترة اللي فاتت دي كانت فترة هدوء، دي بتبقى بتمتاز بها الحديقة، ودي مهمة جدا لكثير من الحيوانات والطيور لإجراء عملية التزاوج والفأس، وبالنسبة للطيور والولادات بالنسبة للحيوانات الثديية. فالحقيقه الفتره اللي فاتت دي احنا استغليناها استغلال ايجابي جدا، والحمد لله حصل عندنا. طبعا ده موسم الربيع، وده موسم بيبقى مناسب جدا لعمليه التكاثر والفأس والرقاد. يعني الحقيقه كان في خطه اكسار جميله جدا، زادت اعداد الطيور النادره، زادت اعداد الحيوانات الثديه المهمه، ودي طبعا هتبقى اساس للبدل. واحنا فعلا يعني استخدمنا زياده في هذه الحيوانات ان احنا نبدل مع بعض الحدائق العالميه ومع بعض الحدائق المحليه، ونجيب السلالات اللي هي مش موجوده عندنا، لان هو الاكسار هدفه ان احنا يعني يبقى عندنا زياده في بعض الانواع، والزياده دي نبدل بيها مع بعض. يعني هل احنا يا دكتور يعني احنا استعنا
استعنا بفصائل اخرى مثلا من الحيوانات من الخارج، اللي احنا عارفين انه بالحيوانات اللي موجوده في حديقه الحيوان هي ليها قيمه كبيره جدا وقيمتها لا تقدر بمال، لكن احنا بنتكلم على الاعداد اللي هي تم فيها زياده من المواليد، سواء بنتكلم ما بين فصائل القرود داخل الحديقه او الكونغرو كمان زي ما احنا سمعنا، وحضرتك صحح لي معلومتي اذا كنت اخطات في الفصائل. اتفضل يا دكتور. ده حقيقه فعلا، احنا عندنا حصل ولادات في بعض الحيوانات الهامة زي فرس النهر اللي هو سيد قشطة، ده حيوان قيم جدا وغالي، والسلالة بتاعته عندنا نادرة ومطلوبة في بعض الأماكن العالمية الحدائق العالمية. الكنجارو الأحمر حصل فيه ولادات، يعني بعض الحيوانات الأفريقية الثديية زي حيوان الكودو وأبو عق، حيوانات هامة جدا تعتبر مهددة بالانقراض من الطبيعة. الكبش القروي وده من الحياة الطبيعية في الحياة البرية في مصر، حيوان هام جدا، فحصل كثير من الولادات الفترة اللي فاتت. والحقيقة احنا نستغل هذه الزيادة في احضار حيوانات مش موجودة عندنا، واحنا في عندنا عرض تم التصديق عليه من معالي وزير الزراعة اللي هو نجيب زراف مقابل البدل ببعض هذه الحيوانات، وان شاء الله مع انتظام حركة الطيران هيبقى في عدد 3 زرافة داخلين للحديقة، وده هيبقى إنجاز كبير جدا طبعاً. هنجيب الحمار الوحشي أو الزبرة، حقيقي حيوانات هامة جدا هنستخدمها في الفترة القادمة. وإحنا جبنا فعلا في شهر رمضان يعني بعض أنواع العائلة الجمال الجميلة جدا اللي تنفع للأطفال اسمها الباكا، والباكا ده حيوان موجود في أمريكا اللاتينية، وده حيوان يعني بيداعب الأطفال وحطناه في منطقة التسلية. ففي حيوانات احنا استخدمناها فعلا، ومع انتظام حركة الطيران هنجيب الحيوانات الهامة زي الزراف وزي الحمار الوحشي. واحنا جبنا قبل كده الدب الروسي، جبنا المها العربي، في حيوانات دخلت الحديقة بالبدل، وده احسن اسلوب ما يكلفش الدولة اي اعباء اقتصادية. والحقيقة الفترة اللي فاتت دي كانت فترة الحمد لله كانت فترة يعني احنا استغلناها استغلال جيد في خطة الإكسار. ده خبر يعني حلو جدا. وخلينا أقول الأخبار كلها يا دكتور اللي حضرتك بتقولها هي أخبار جيدة، ولأن احنا بنلاقي كمان أنه بنقدر نقول أنه حديقة الحيوان استثمرت أزمة فيروس كورونا في أنه يتم الاهتمام بطبيعة المكان وبالحيوانات الموجودة، عكس ما ممكن يكون البعض كان متوقع أنه حصل لقدر الله إهمال للحيوانات أو أنه هناك أي نوع بعد الشر من الإصابات للحيوانات داخل الحديقة. ده الحقيقه فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده، انا باكد على كلام حضرتك. احنا الفتره اللي فاتت برضو احنا عندنا خطه تحصينات ووقايه دي سنويه ضد الامراض الوبائيه، فاحنا نفذنا هذه الخطه بنوع من الراحه وعدم الضغط الجماهيري. احنا نفذنا خطه تحصينات كامله، ويعني مثلا الطيور خدت تحصينات ضد انفلونزا الطيور، برضو الحيوانات اللي هي الامراض الوبائيه اللي هي منتشره في بعض او متوطنه في مصر احنا بننفذ خطه تحصينات ووقايه، فاحنا نفذنا خطه وقايه التحصينات. برضو عملنا عمليه تعقيم للحديقه بالكامل، رش وتطهير الفتره اللي فاتت كلها، كانت الحديقه بتترش مره اسبوعيا، احنا بنرش 3 مرات او 3 ايام في الاسبوع، على مدار الثلاث ايام دول بنغطي الحديقه مره واحده كامله لان هي 81 فدان حديقه كبيره. فالحقيقه تم التطهير وتم التعقيم. ايضا برضو احنا الفتره اللي فاتت دي استغلينا ان الحيوانات فيه هدوء وراحه في التغذية الجيدة، والحيوانات كلها تبقى مظهرها في العرض صالحة للعرض وتبقى قدام الجمهور. يعني احنا الحمد لله جاهزين. وفترة طبعا صيانة المساحات الخضراء، احنا زودنا المساحات الخضراء داخل الحديقة واحنا في فصل الربيع، صيانة للأشجار وتهذيب الأشجار لأن كان في برضو خطورة من بعض الأشجار القديمة على الجماهير. الحقيقة الفترة فاتت دي كان فترة عمل كبيرة جدا تمت، وبرضو احنا يعني اعمال الطلاء والدهانات، وان شاء الله الحديقه تبقى جاهزه يعني لما يكون في اتجاه الدوله ان شاء الله والموقف الوبائي يستقر، تبقى الحديقه جاهزه لاستقبال الجمهور مره اخرى ان شاء الله. طيب دكتور محمد، كانت الناس برضو من الاخبار اللي احنا تابعناها بيتساءلوا بحديقه الحيوان عملت ايه فيما يتعلق ببيت الفيل، او يعني طبعا بعد يعني بهذا النفوق اللي حصل للفيل المعمر، بما انه في دلوقتي توجه ان احنا ناخد انواع تانية عن طريق البدل، هل في خطه موضوعه تجاه بعض الحيوانات اللي تعرضت للنفوق طبعا في الاوقات السابقه ونتيجه ارتفاع درجات الحراره؟ بشكر حضرتك. طبعا الفتره الحقيقه الفيل طبعا احنا عندنا مش موجود حاليا في الحديقه،
واحنا استغلينا الفتره اللي فاتت ان احنا برضو في بالتعاون مع الشؤون الهندسيه في وزاره الزراعه في دي خطه تطوير للبيت الفيل بحيث ان هو يطابق للمعايير العالميه. وفعلا في دلوقتي عرض معروض قدامنا دلوقتي ان احنا نجيب الفيل الاسيوي. احنا عندنا الفيل له سلالتين، في السلاله الافريقيه والسلاله الاسيويه. أيوة. فاحنا في عرض قدامنا دلوقتي ان احنا نجيب السلاله الاسيويه لان هي بتمتاز بالهدوء وتقدر تلعب مع الاطفال، غير الفيل الافريقي بيبقى فيه نوع من الشراسه شويه. فاحنا في عرض دلوقتي معروض ووافقوا عليه في دوله بنجلاديش، وان شاء الله قريبا هيبقى عندنا الفيل الاسيوي، والعرض ده موجود وتم التفاوض عليه وهم وافقوا على خطه البدل بتاعتنا، وان شاء الله هيجي بدون برضو تكلفه للدوله باذن الله. والحقيقه يعني دي سياسه كانت ناجحه جدا ان احنا ندبر الحيوانات اللي هي انقرضت من عندنا او مش موجوده ان احنا نجيبها بالبدل. بس ده ما كناش نقدر نتكلم فيه الا ما يكون عندنا خطه اكسار حقيقيه وان احنا نزود اعداد الحيوانات اللي موجوده عندنا اللي يمكن تكاثرها. فده تم في الفتره اللي فاتت، وبناء عليه احنا قدرنا ان احنا نبقى نتكلم ونتفاوض على ارض صلبه ان احنا يعني يبقى عندنا نوع من الحيوانات كثره في بعض الحيوانات الهامه الافريقيه اللي مش موجوده في ايه ابرزها يا دكتور محمد اللي هيتم بيها البدل؟ يعني ابرز الحيوانات اللي هي موجوده عندنا في حديقه الحيوان دلوقتي وعليها اقبال من الخارج وممكن نستخدمها في عمليه البدل. احنا عندنا دلوقتي في انواع من الغزلان الافريقيه ونوع انواع اللي هي البقريات اللي هي زي الكودو، في بعض انواع اللي هي المقترات الافريقيه دي مش موجوده في دول اسيا. وايضا عندنا برضو فرس النهر او سيد قشطه، ده برضو من الانواع اللي زادت جدا في البحيرات عندنا، والبحيرات طبعا محدوده ولما بتزيد عن المطلوب ممكن يحصل صراع ويموتوا بعض. فاحنا استغلنا هذه الزياده في ان احنا نبدل ونطلع من البحيرات الزياده عندنا، وان شاء الله ده يعني اهم الحاجات. في بعض الطيور الهامه جدا زي النعام الافريقي عندنا في زياده، يعني في حيوانات الكبش الاروي اللي هو السلاله المصريه اللي موجوده في شمال سيناء والصحراء الشرقيه دي، الحقيقه ده من حيوانات البيئه المصريه. الغزال المصري، الغزال المصري ده مهدد بالانقراض، احنا عندنا الحمد لله زاد في الحديقه، فدي اهم الحيوانات اللي احنا هنبدل بيها ان شاء الله ونقدر نجيب الحيوانات اللي مش موجوده عندنا زي الفيل، زي وحيد القرن، زي الزراف. الحاجات احنا الزراف عندنا زرافه واحده، فاحنا ان شاء الله هنستخدم 3 زراف، هنستخدم 2 حمار وحشي. وعلى فكره الحصول على عرض من اي حديقه ده جهد جبار جدا، بيتم عن طريق وحده المعلومات عندنا بتتواصل مع الحدائق العالميه وبتديهم قائمه الزياده اللي عندنا وايه النقص اللي عندنا، وده بيبقى جهد كبير ان احنا نحصل على عرض. وبعد ما نحصل على عرض ونصد عليه من معالي وزير الزراعه بيبقى برضو في جهد كبير جدا في التنفيذ. فالحقيقه ده جهد كبير بتبذله الحديقه وتفكير خارج الصندوق زي ما بيقولوا، ان احنا ازاي ندبر حيوانات غاليه جدا قيمه جدا بدون ما نكلف الدوله اي اعباء ماليه. ده حضرتك ذكرت امر مهم جدا يا دكتور، ده خليني كمان اتوقف في الجزء اللي حضرتك ذكرتها بالنسبه للاعداد. يعني هل الحمد لله حتى الان هي حديقه الحيوان لديها قدره على استيعاب اعداد الزياده؟ انا هنا مش بتكلم على الانواع اللي قررتوا انها يتم استخدامها في طريقه التفاوض بالبدل، وده طبعا قرار مهم جدا الحقيقه وبره الصندوق ورائع، لكن كمان الاعداد بقى اللي هتبقى موجوده من بعض الحيوانات الاخرى او الفصائل، في عندنا القدره على استيعابها؟ طبعا يا فندم احنا عندنا الـ يعني الزراف كل مكان كل حيوانات هتيجي لازم يبقى فيه يعني مكان جاهز تماما لاستقبال هذه الحيوانات. فاحنا عندنا في الحديقه في 2 مبيت للزراف، في المبيت اللي هو موجود حاليا ده يعني في الزراف الحالي، ومجهزنا المبيت الاخر اللي هو هيستقبل الزراف الجديد. عندنا طبعا اماكن بيت الفيل طبعا بيتم تجديده، عندنا اماكن كتير جدا يعني تستوعب طبعا الحمار الوحشي برضو المبايت بتاعته على اعلى مستوى ومطابقه كلها للمعايير الدوليه. واحنا يعني ما بنستخدمش حيوان الا اذا كان الاماكن بتاعته جاهزه وايضا مطابقه للمعايير الدوليه، عشان يعني احنا هدفنا استعاده العضويه في الاتحاد الدولي مره اخرى ان شاء الله، يعني ده الهدف اللي احنا بنسعى وراه ان شاء الله. الهدف لابد من تطبيق معايير دوليه في كل شيء.
طيب لو احنا بنتكلم على المعايير الدوليه وبنتكلم على واحد الحياه دكتور من اهم الاماكن داخل حديقه الحيوان في الجيزه هو المتحف الحيواني، وخلينا نقول ان هو الحياه خد اهتمام كبير جدا من حضراتكم وكان في شغل بيقدم على اعلى مستوى سواء احنا بنتكلم على عمليات التحنيط اللي بتحصل لبعض الحيوانات النادره. حضرتك طمنا على الاجراءات داخل المتحف والعمليات اللي كان بيقوم بيها الاطباء يعني في حديقه الحيوان، استمرت توقفت؟ هل الابحاث اللي كان بيتم او الاجزاء اللي بيتم ترميمها ما زلت مستمرين في العمل فيها؟ طبعا احنا المتحف ده يعتبر من النقاط المضيئه جدا داخل الحديقه، وطبعا انا بدعو من خلال البرنامج مع سيادتك ان احنا كل الزائرين لحديقه حيوان الجيزه يبقى حريص على زياره المتحف المحنطات الحيوانيه، لان ده متحف انا بعتبره من اغنى متاحف العالم. يعني متحف فيه محنطات من سنه 1900 و1901 و1922، فيه محنطات قيمه جدا، فيه محنطات فرعونيه يعني من 7000 سنه زي بعض انواع التماسيح، مومياوات كامله. فالمتحف قيمه كعلميه وترفيهيه كبيره جدا. احنا عندنا طلبه كليه الطب البيطري بيجوا يعملوا ابحاث الحقيقه، طلبه كليه العلوم يعني كليه الزراعه، يعني المتحف يعتبر هدف علمي كبير جدا وايضا هدف ترفيهي تم تطويره على اعلى مستوى. واحنا يمكن برضو الفتره اللي فاتت دي اضفنا ليه، يعني احنا كان في وحيد القرن الوحيد في الشرق الاوسط اللي نفق اللي هو عزيزه، كانت انثى وحيد القرن اللي كانت موجوده في الشرق الوحيده في الشرق الاوسط وكانت عمرها كبير، توفت عن يعني عمر 59 سنه، وده يعتبر عمر كبير جدا افتراضي لوحيد القرن. فاحنا الحقيقه حيوان بهذه القيمه، احنا قلنا ان برضو الاجيال القادمه تشوف ايه وحيد القرن اللي هو بينقرض من الطبيعه اصلا. فاحنا حنطناه وموجود حاليا وتم اضافته وحط ووضعه في في المتحف، وده يعني اهم اضافه اضيفت في الفتره الاخيره في يعني حوالي شهرين تم الانتهاء من تحنيطه وتم عرضه في المتحف فعلا. فوحيد القرن موجود بشكله وطبيعته تماما، الناس تقدر تشوف ايه وحيد القرن، والاطفال والاجيال القادمه تقدر تشوف ايه وحيد القرن، وان شاء الله احنا هندبره برضو قريبا زي الفيل ان شاء الله. ان شاء الله. طب دكتور محمد انا عايز اطمن بقى، احنا عارفين ان حديقه الحيوان كمان يعني في عدد كبير جدا من الاشجار المعمره، والاشجار الحقيقه اللي هي يعني ليها قيمه تاريخيه واثريه غير طبيعيه، تعاملتوا ازاي معاها خلال الفتره اللي فاتت خصوصا انه كان البعض منها يعني اشيع انه معرض للسقوط، هل دي حقيقه ولا جميع الاشجار بخير وما فيش اي نوع من انواع هذه الاشجار تعرض للسقوط او للكسر؟ والله بشكر سيادتك فعلا على اثاره هذا الموضوع، لان الموضوع ده مهم جدا. احنا القسم الزراعي بذل جهد كبير جدا جدا خلال الفتره الماضيه. القسم الزراعي الحقيقه في فترات سابقه في الحديقه كان برضو الشجر وصل لارتفاعات عاليه جدا، وده اللي بيهدد الأشجار. فإحنا تم تهذيب وصيانة، عمل صيانة لبعض الأشجار الهامة جدا والنادرة، وده بيتم إحنا عملنا لجنة مع مركز البحوث الزراعية، واللجنة بتاعت مركز البحوث الزراعية لأن ده شجر نادر وشجر أنا ما أقدرش إن أنا أتصرف فيه بدون وجهة النظر العلمية. فإحنا تعاوننا مع مركز البحوث الزراعية، وده طبعا أعلى جهة علمية في وزارة الزراعة، والحقيقه تم تشكيل لجنه وبتنعقد كل 3 شهور. اللجنه دي بتدي توصيات للاشجار. فالحقيقه بناء على هذه التوصيات بيقوم القسم الزراعي في حديقه الحيوان بالتنفيذ طبقا للتوصيات اللي اتحطت. فيعني اذا كان في تهذيب لبعض الاشجار، في هنضطر نشيل مثلا شجره استئصال كامل، ده اذا كان في خطوره على الساده الزائرين، لكن احنا بنشتغل بناء على توصيات بتوضع بواسطه هذه اللجنه العلميه. والحقيقه تم تنفيذ جميع التوصيات وصيانه لجميع الاشجار، والحمد لله يمكن فتره الربيع وشم النسيم كان برضو الهواء جديد، والحمد لله ما تعرضتش، ما فيش اي الحديقه ما حصلش فيها اي سقوط للاشجار، والحقيقه ما فيش اي خطوره على الجمهور، والحمد لله الحديقه امنه تماما من موضوع الاشجار ده، لان احنا بذلنا جهد كبير جدا. ايضا الاماكن اللي هي الترابيه والحاجات دي كلها تم زراعتها،
وزيادة الرقعة الخضراء واللون الأخضر داخل الحديقة، لأن ده مهم جدا وبيضفي جمال وبيضفي متعة للجمهور. في عمل تم عمل برجولات جديدة، والبرجولات دي وسط المساحات الخضراء عشان الجمهور برضو يقدر يستمتع بالجلوس في المساحات الخضراء. الورش بتاعتنا هي عملت برضو جهد كبير جدا في انها تعمل كراسي جديدة ومقاعد خشبية جديدة. احنا اضفنا يمكن في فترة الراحة دي حوالي يمكن 230 مقعد خشبي جديد، وعملناه بالديزاين جديد ان هو برضو يجمع الاسرة اذا كانت هتتناول وجبة. في ناس بتيجي من محافظات قريبة، لا احنا بنساعدهم ان هم يستمتعوا بوقتهم في الحديقة. يعني خليني اقول لحضرتك يا دكتور محمد يعني ان كل الاخبار اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة عن حديقة الحيوان هي اخبار ايجابية تفرحنا كلنا، لانه حديقة الحيوان مكان تاريخي زي ما قلنا واثري ولكنه عزيز على قلوبنا كلنا. كل التوفيق الحقيقة، واحنا سعداء بالمجهود الكبير اللي قمتوا بيه وقدمتوه، والخطط كمان البديلة اللي بتحصل ان احنا يبقى عندنا انواع جديدة تنضم لحديقة الحيوان، لان احنا قلنا انه ده شيء لا يقدر بمال. كل الشكر طبعا لحضرتك دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة. بشكر حضرتك، وأخبار حلوة هي إن شاء الله بإذن الله تنتهي كورونا ونعود مرة أخرى لزيارة حديقة الحيوان. نرجع إن شاء الله يبقى عندنا الفيل الآسيوي قريب جدا، إن شاء الله هيكون موجود وبيت الفيل يرجع تاني نرجع ننبسط معي. أخبار إيجابية دي كانت من ضمن الفوائد اللي عادت على حدائق الحيوان مع طبعا انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر. خلينا نرجع لهذا الوباء زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم من البداية. زيادة الأعداد اليومية للمصابين بيه واللي حضراتكم أكيد بتتابعوها، ده محتاج إن احنا نوعي الناس أكتر بخطورة هذا الفيروس، سرعة انتشاره، هو خطورته في سرعة انتشاره. كمان احنا محتاجين نصح مع حضراتكم المعلومات المغلوطة اللي بشوفها طبعا وحضراتكم بتتابعوها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، واللي بتتكلم عن نصايح واللي بتتكلم على بروتوكولات علاج. شفنا ناس بتتداول بعض بروتوكولات العلاج وبتقولك روح خد ده، طبعا ممكن يعمل كوارث للمصابين وللأصحاء بالمناسبة. يعني لو حد لسه ما خدش إصابة جامدة ولسه في الأول وصحته كويسة، لا ممكن استخدام بروتوكولات العلاج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يكون يعني في مأزق جامد جدا، والوضع عنده يتطور ويعدي ناس تانية هي ناس سليمة. النهاردة بينضم إلينا عبر كاميرا إكسترا نيوز في هذا الصباح ضيفنا الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور وأهلا بيك معنا في هذا الصباح. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. خليني في البداية أتكلم مع حضرتك على بروتوكولات العلاج. يعني هي أكتر حاجة الناس بتتكلم أو بتتداولها هذه الأيام هي بروتوكولات العلاج اللي بيكون في منها أكتر من نوع، جزء سواء المريض بياخده في العزل المنزلي وده اللي احنا شفناه وشفنا الدور اللي بتقوم به وزارة الصحة في متابعة المرضى خلال العزل المنزلي، أو الجزء الآخر اللي بيتم تقديمه للمريض من رعاية صحية داخل المستشفى. طبعا حضرتك بروتوكولات العلاج الخاصة بمرض كورونا في لجنة علمية مشكلة في وزارة الصحة من قبل بداية المرض وقبل ظهور أول الحالات. اللجنة العلمية ديت متابعة مع وزارة الصحة العالمية لحظة بلحظة، وبيتم تحسين البروتوكولات بصفة مستمرة. يمكن السادة المشاهدين عرفوا إن خلال اليومين السابقين كان في قرار أخذ بإيقاف استخدام عقار التابيفلو، لأنه ثبت ان هو غير ذا فاعليه في علاج هذا المرض، فتم ازالته من البروتوكول. طبعا هو برضو عشان برضو نطمن الناس، هو ما كانش له اعراض جانبيه بس هو تم حذفه من البروتوكول لانه مش مؤثر في العلاج. يعني اذا كل ما اشيع عن التامفلو يا دكتور وانه بعض الناس حتى كانت بتروح تاخده وتحاول تجيبه من الصيدليات وياخدوه مع ادوار البرد العاديه، لا هو اثبت انه تبقى لقرار اللجنه انه دواء غير فعال، هو ليس مضر بس غير فعال. حضرتك هو غير فعال في علاج مرض كورونا، غير فعال في علاج مرض كورونا، هو غير فعال في أيوة. علاج مرض كورونا ايوه دكتور، لكن طبعا هو دواء موجود في السوق وبيستخدم تمام، عشان كده هو تم ازالته من البروتوكول الخاص بعلاج مرضى الكورونا. طبعا احنا لاحظنا في الفتره اللي فاتت ان في كتير جدا على السوشيال ميديا بروتوكولات بتنزل وبعض الاقاويل من بعض الساده الاطباء او غير الاطباء كمان، عشان كده وزاره الصحه اصدرت بيان حذرت فيه من استخدام هذه البروتوكولات.
يمكن انا عايز اقول ان احنا في عندنا جزء كبير جدا من حالات الوفيات اللي حصلت في مصر الحالات كانت جايه لنا متاخره جدا نتيجه لاتباع البروتوكولات الخاطئه، وده كان سبب ان احنا ما قدرناش ان احنا ننقذها. الحالات كانت بتجي لنا بتتوفى اما في صالات الاسعاف او في الاستقبال في طوارئ المستشفيات. عشان كده احنا بنهم الساده المواطنين بعد اذن حضراتكم، اي شخص ما عليهوش اي اعراض ولم يخالط شخص مريض بالكورونا لو سمحتوا يلتزم بالتعليمات فقط لا غير، مش مطلوب منه اكتر من كده. ارتداء الماسك، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، دي اهم اشياء احنا بنطلبها من الساده المواطنين اللي لم يخالطوا شخص مصاب بالكورونا ولم لا توجد لهم اي اعراض. اي شخص عنده اي اعراض او خالط شخص من المصابين الكورونا، لو هو مخالط حضرتك الوزاره وفرت خلال الايام الماضيه احنا فتحنا جميع الوحدات الصحيه والمراكز الطبيه على مستوى الجمهوريه، ودول عندهم اكثر من 5000 مركز وحده صحيه، وفرنا سيارات القافله العلاجيه والعيادات المتنقله منتشره في جميع انحاء الجمهوريه عشان تصرف الادويه الخاصه بالمخالطين. الحاجه الثانيه ان احنا ادينا تعليمات للفرقه الطبيه المتواجده في الوحدات الصحيه والمراكز ان هم يوصلوا هذا العلاج للمخالطين في منازلهم للاشخاص كبار السن او اللي ما يقدروش ان هم يتحركوا. طب ايه البروتوكولات العلاجيه بالنسبه لاي شخص؟ اتفضل يا دكتور حاتم. بالنسبه لاي شخص توجد عليه اي اعراض يتفضل يشرفنا في مستشفى وزاره الصحه. وزاره الصحه حاليا في 320 مستشفى منتشرين في جميع انحاء الجمهوريه بيستقبلوا المرضى وبيتم تقييم الحاله، ولو الحاله بتحتاج ان يتعمل لها اشعه عاديه او تحليل دم بيتم اجراءهم وبيتم عرضهم على الطبيب المختص وبياخد قرار اذا كان ده اشتباه كورونا هنبتدي نصرف العلاج فورا. ودي برضه جزئيه جديده ان احنا العلاج هيبتدي فورا حتى ما قبل زور نتيجه المسحه الطبيه، هيبتدي ياخد العلاج بتاعه وناخد المسحه الطبيه، لكن هيبتدي كورس العلاج بتاعه من اول لحظه ما يكون في اي تغيرات في الاشعه او في التحاليل الطبيه. طيب دكتور، هل تم اعتماد مثلا سلسله اخرى من التحاليل؟ يعني احنا بنتكلم على البي سي ار عبال ما نتيجه هذه المسحه بتطلع، وحضرتك اكدت ان انتم بتبداوا دلوقتي بروتوكولات العلاج فورا ما بيتمش انتظار نتيجه هذا التحليل، بس هل تم اعتماد نسخه اخرى من هذه التحاليل ربما مثلا تكون بتساعد اكتر المريض او الحاله على تشخيص حالته عشان حتى ما تتاخرش؟ لا حضرتك، هي صوره الدم الكامله واشعه الاشعه دي على الصدر واشعه المقطعيه على الصدر دول بيدونا يعني نتيجه بنسبه نقول 80 او 90%. النتيجه المؤكده النهائيه اذا كان كورونا او لا هي تحليل البي سي ار. لكن طبعا زي ما بقول لحضرتك ان التجربه اثبتت ان العلاج المبكر بيجيب نتائج رائعه وممتازه جدا وبيزود معدلات الشفاء، عشان كده احنا بنبتدي بروتوكول العلاج فور ظهور اعراض وظهور تغيرات على الاشعه وعلى التحاليل الطبيه. طيب هل بروتوكول العلاج بقى يا دكتور هو بيختلف من شخص للتاني؟ عشان برضو نوعي الناس اكتر ان مش في كل الحالات بيتم استخدام نفس الادويه، ولا في بروتوكولات محدده حسب درجه الاصابه؟ هو طبعا كل درجه اصابه ليها بروتوكولات محدده، وطبعا في اختلافات طبعا بين المرضى حسب طبيعه المريض حسب حاله المريض. يعني لو مريض عنده اي مرض في القلب، عنده مرض في الكلى، عنده مرض في الكبد، بيبقى في تعديل في البروتوكولات حسب حاله المريض. عشان كده طبعا احنا كلنا بنقول ان مهم جدا ان لا يتم اخذ اي دواء الا باستشاره الطبيب وبالبروتوكول المعتمد من وزاره الصحه. تمام. بعض الناس يا فندم ممكن تشوف يا دكتور الارقام الاخيره او تزايد اعداد الاصابات بشكل كبير ونتوقف عند هذه الارقام، انه يعني هل نقدر دلوقتي نقول احنا في مرحله الذروه او ذروه الاصابات فعلا، ولا حتى الان احنا ما عندناش تحديد لهذا التوقيت بشكل فعلي؟ لا طبعا، ما فيش اي دوله في الدنيا عندها تحديد لوقت الذروه بتاعتها. احنا بنتعشى من يكون هي دي وقت الذروه وان احنا نخش في مرحله البلاتو عشان نبتدي الارقام تنزل تاني، لكن طبعا ده بيتحقق دائما بوعي الشعب وبالتزام بالتعليمات اللي بتصدرها وزاره الصحه. هو ده اللي هيخلينا نبتدي الاعداد تقل، التزاحم
طبعا يعني بنشجع جميع المواطنين طبعا التواجد في الاماكن الزحمه او الخروج من المنزل بصفه عامه ما يكونش الا في حاله الضروره القصوى. طيب بعض يا دكتور برضو ما تم تداوله هو عباره عن نوع او انواع معينه من انواع الفيتامينات اللي اشيع عنها انه الناس ممكن تاخدها الشخص السليم ياخدها بشكل عادي وده كاجراء وقائي او لتقويه المناعه، هل ده تم اعتماده فعليا في وزاره الصحه؟ يعني هو امر صحي طبي انه الناس تلجا لانواع هذه الفيتامينات المختلفه لتقويه جهاز المناعه؟ هو طبعا الفيتامينات وخصوصا فيتامين سي من الحاجات اللي بترفع المناعه، لكن اللي انا عايز اقوله لجميع الساده المواطنين ان التغذيه الطبيعيه والمأكولات والمشروبات اللي بتحتوي على فيتامين سي هي افضل بكتير جدا للساده المواطنين الطبيعيين من الادويه الفيتامينز. وده يمكن عمل مشكله كبيره جدا ان بعض الناس تكالبوا على الصيدليات وسحبوا كميات كبيره جدا من هذه الادويه، فالمرضى اللي محتاجينها فعلا ده كان عمل مشكله عندهم، لكن الحمد لله رب العالمين الوزاره موفره هذه الكميات للمرضى اللي في حاجه اليها. طيب دكتور هرجع برضو مع حضرتك جزء مهم جدا، احنا عارفين دلوقتي ان في بعض الاشخاص ممكن يخضعوا للعزل المنزلي اللي هو حالاتهم بسيطه جدا مش مستدعيه ان هو يروح مستشفى، الوزاره بتتواصل معاه بتبعت له الادويه بتاعته وكارت المتابعه ايضا، يعني نصايح حضرتك للمرضى اللي هم متواجدين في العزل المنزلي في البيت، يعني ايه اول حاجه وابسط الاجراءات اللي هم يقوموا بيها لحمايتهم وحمايه المخالطين داخل البيت لو هم في مكان واحد ومفيش يعني القدره على العزل القوي؟ يعني هو بالنسبه للعزل المنزلي طبعا اول خطوه بتاخدها وزاره الصحه ان بيتم تقييم حاله المرضى وبيتعمل له جميع الابحاث ويتم التاكد تماما ان هو امن تماما ان هو يبقى يتعمل له عزل منزلي، وبيتم صرف العلاج ليه والمعدات الوقائيه اللازمه ليه، وفي ارشادات موجوده في نفس الباكت اللي هو اللي بيستلمه، وعندنا في جميع هذه الاماكن الاخصائيين التثقيف الصحي بيقعدوا معاه وبيفهموه بالظبط ايه الاجراءات اللي هو واجب عليه ان هو يتخذها حفاظا عليه وحفاظا على عائلته. وطبعا بيكون في تواصل مباشر تقريبا معاه يوميا من الفرق الطبيه بتاعه وزاره الصحه، في حاله ظهور اي اعراض عليه بيبتدي نقله فورا للمستشفى واتخاذ الاجراءات اللازمه. هو في المنزل طبعا الاجراءات دي هو بياخدها وهو موجود في المستشفى قبل ما تبتدي العزل المنزلي، وموجوده معاه مكتوبه كمان عشان يراجعها في اي وقت. طبعا التباعد طبعا ده اهم شيء، بيبقى موجود في غرفه مستقله. بعض الاشتراطات بتاعه النظافه الشخصيه وارتداء الماسك واشتراطات لاستعمال دورات المياه، كل الحاجات دي بيكون المريض واخد فكره عنها ومتقلاله ومتراجع معاه وواخد كتيب واخد كمان بامفلت معاه في جميع هذه الارشادات. طيب دكتور مصطفى خليني اقول لحضرتك برضو ان احنا لما نبص على الارقام او بنشوف معدلات الاصابات معدلات الوفيات لا قدر الله، هل احنا برضو نقدر نقيم نفسنا ان احنا يعني ما زلنا رغم هذه الاصابات او الزياده احنا في وضع امن حتى الان، ام يعني خلينا اقول لحضرتك بشكل ابسط كل الامور ما زالت تحت السيطره؟ الحمد رب العالمين، يعني اقدر اطمن حضرتك والساده المشاهدين ان بالنسبه للقطاع الصحي في مصر الحمد رب العالمين جميع الامور ما زالت تحت السيطره، احنا ما زلنا عدد الاسره اللي موجوده عندنا كافي تماما، وفي عندنا اسره شاغره جاهزه لاستقبال اي مريض ايا كانت حالته، اذا كانت حاله مستقره ولا اذا كانت حاله متوسطه او حاله شديده. احنا عندنا 20 مستشفى تعزي بيستقبلوا الحالات الشديده، ودول فيهم اماكن شاغره في الاقسام العاديه وفي اقسام الرعايه المركزه الخاصه بيها. ال 320 مستشفى اللي احنا شغلناهم الفتره اللي فاتت دول متوفر فيهم اكثر من 20,000 سرير جاهز لاستقبال اي مريض، ونتعشى ان شاء الله احنا ما نستعملهمش ان شاء الله. طب برضو يا دكتور بالنسبه للناس اللي بيكون عندها حاله من حالات الذعر او التخوف الشديد من بعض الاعراض الطفيفه اللي هي ممكن ما تكونش فيروس كورونا بس بيصعب التفرقه، يعني ممكن انا كشخص ما اعرفش افرق ما بين الـ الاعراض وبعضها. دكتور مصطفى؟ طيب انا بعتذر على ما يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالدكتور مصطفى غنيمه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزاره الصحه. لا رجع لنا مره ثانيه الدكتور مصطفى.
حضرتك سامعني؟ انا مع حضرتك. طيب ده يعني احنا الحقيقه في بعض النقاط الهامه جدا اللي احنا استعرضناها مع دكتور مصطفى غنيمه. دكتور مصطفى معانا؟ انا مع حضرتك يا استاذ. تمام. دكتور كنت يعني اخيرا عايز اسال حضرتك انه بعض الناس ممكن يكون عندها حاله من حالات الذعر او التخوف الشديد او انا ما بعرفش افرق ما بين الاعراض المختلفه، يعني ما ببقاش عارف ده كورونا ولا مش كورونا، يعني احنا لا ندعو الاستهتار بالاعراض، ولكن برضو احنا مش بنتكلم ان الناس يكون في دايما حاله من حالات الذعر والتخوف او التكدس امام المستشفيات بدون داعي، فنصيحه حضرتك للمصريين بشكل عام حول هذه الاعراض. حضرتك بالنسبه للساده المواطنين احنا بنرجوهم اي حد ما عندوش اعراض يلتزم بالتعليمات فقط لا غير. اي حد عنده اعراض احنا مش طالبين منه ان هو يشخص نفسه ولا ان هو يفرق اذا كان ده كورونا ولا مش كورونا. احنا عندنا 320 مستشفى مفتوحين على مستوى الجمهوريه، يتفضل يشرفنا، هيتم فحصه اكلينيكيا ولو محتاج اي ابحاث اشعاعات او تحاليل هتبتدي تعمل له ويطمئن على نفسه ونقول لا الاعراض اللي عند حضرتك دي اعراض ليست اعراض كورونا وهيتم صرف العلاج الخاص بهذه الاعراض وهيتوجه الى منزله مره اخرى بعد ما نطمنه ان دي مش كورونا. هو بس برجوم الساده للمواطنين ان طبعا حاله الذعر الموجوده عند المواطنين بتخلي بعض المواطنين بيروح اكتر من مكان عشان يتاكد من هذا الكلام، وطبعا ده بيعمل زحام شديد جدا في المستشفيات وممكن يعطل فرصه الشخص فعلا اللي عنده اعراض واللي محتاج ان احنا نتعامل معاه. فاحنا بنرجو الساده المواطنين ما حدش يتوجه للمستشفى الا اللي عنده اعراض. اللي عنده اعراض يتفضل يشرفنا في اي مستشفى هيتم استقباله وعمل كل الشيء اللازم ليه، اللي ما عندوش اعراض يلتزم بالتعليمات اللي قالها وزاره الصحه وان شاء الله ربنا يعدي الامور على خير بامر ربنا ان شاء الله. دكتور بس يعني يمكن احنا كنا مستعرض مع حضرتك الصور للشنط اللي بيتم توزيعها وهذه الحقائب اللي بيتم توزيعها على المرضى في العزل المنزلي، وحضرتك دايما ذكرت هي فيها معدات وقائيه، دي بقى فيها معدات الوقائيه والادويه للفتره وكذا المتابعه او ايه اللي بتحتويها هذه الشنطه تحديدا غير الـ الـ يعني الماسكات؟ الشنطه بتحتوي على الادويه، على بتحتوي على الادويه اللي بيحتاجها المخالط لرفع مناعته خلال هذه الفتره، وبتحتوي على المعدات الوقائيه الشخصيه اللي هو بيستعملها خلال الفتره، واهم شيء في هذه الشنطه هو الارشادات اللي موجوده جواها اللي هو بيتبعها خلال فتره العزل المنزلي. دي اهم شيء احنا بنأكد عليه ان احنا بيعرف هذه التعليمات من المستشفى او من المكان اللي بياخد منه الشنطه، وموجوده برده معاه مكتوبه لمراجعتها من قبله في اي وقت. تمام. دكتور اخيرا بس عايزين نطمن برضو ايضا كل مشاهدينا على الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي بتتم داخل المستشفيات او مستشفيات العزل او مستشفيات الحميات علشان الناس برضو تكون مطمنه وعارفه ايه الدور اللي بتقوم بيه وزاره الصحه في تامين، سواء بنتكلم على العاملين في القطاع الصحي او المرضى اللي بيتلقوا العلاج داخل المستشفيات. طبعا الاجراءات الوقائيه واجراءات مكافحه العدوى دي اهم اجراءات في جائحة بهذا الشكل، ويمكن هي من أول يوم ابتدت وزارة الصحة تجهز لخطة المكافحة لفيروس كورونا تم تجهيز جميع المعدات الوقائية اللازمة ومعدات مكافحة العدوى الخاصة بالمرضى وبالعاملين، والحمد لله رب العالمين هي متوفرة في جميع مستشفيات وزارة الصحة. طبعا احنا بنأكد على السادة المواطنين ان لن يتم دخول اي فرد لاي مستشفى بدون ارتداء الماسك، واحنا في المستشفى بيبقى فيه المطهرات موجوده في مدخل المستشفى عشان نظافه الايدي، ده شيء مهم جدا جدا جدا. الاطقم الطبيه ووسائل حمايتها الحمد لله هي متوفره في جميع المستشفيات، وفي كتيب لمكافحه العدوى والاجراءات الوقائيه للطاقم الطبي ده معمول ومعتمد من منظمه الصحه العالميه من قبل ظهور اول حاله في مصر، وجميع اطباء مصر مطلعين عليه وموجود في جميع المستشفيات ومنشور في موقع الوزاره، وفي عندنا لجان بتنزل تراجع هذه الاجراءات واجراءات تنفيذها، وفي في كل مستشفى من مستشفيات الصحه في تيم مكافحه عدوى، مش فرد واحد لا، ده تيم لمكافحه العدوى بيتابع هذه الاعمال لحظه بلحظه. ان شاء الله كل التوفيق يا دكتور لحضراتكم، ان شاء الله يعني مهم اكيد
صعبة الحقيقة، لكن احنا بإذن الله قادرين عليها. طبعا وزارة الصحة بتقوم بدور مهم جدا في مكافحة هذا الوباء مع الأطقم الطبية، لكن مهم كمان علينا كمواطنين نحن نستكمل هذا الدور، نتبع الإرشادات زي ما كان دكتور مصطفى بيقول. لو حد شعر بأي أعراض نتمنى أنه يتفضل مشكورا، لا يتوجه لأي مكان ولا ينزل من غير ما يرتدي الكمامة. ما فيش داعي في شنطة مجانا، ما فيش داعي للذعر أو لهذا التخوف. مش مطلوب أنك تشخص نفسك خالص زي ما دكتور مصطفى قال، أو أقول أنا عندي كورونا أو ما عنديش، لكن عليا إذا شعرت فعلا بأعراض أني أروح المستشفى. إذا لم يظهر عليا أعراض وما احتكتش بحد، ما خلطتش إنسان عنده هذا الفيروس، يبقى عليا أن أنا أخد الإجراءات الوقائية العادية وهي غسيل إيد وارتداء الكمام. شكرا للدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بشكرك جدا يا دكتور، كل التوفيق طبعا لوزارة الصحة ولجميع الأطقم الطبية والعاملين في هذا المجال، ربنا يعينهم على هذه المسؤولية. كل مشاهدينا وكل متابعينا في هذا الصباح وكل مشاهدي إكسترا نيوز، بشكركم على حسن المتابعة، أشوف حضراتكم بكرة على خير بإذن الله في نفس الميعاد الساعة 8 الصبح. وهذا الصباح تحياتي لحضراتكم، أسماء مصطفى.